السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله النهارده الحصه الاخيره في شابتر 5. الحصه الاخيره في شابتر 5 ريفيجن كده سريع على القوانين اللي خدناها الحصه اللي فاتت. القوانين اللي خدناها الحصه اللي فاتت كانت الفوتون. الفوتون قلنا ان هو زي ما هو ويف هو بارتو بارتكل، زي ما هو ويف هو بارتكل. ما دام بارتكل يبقى له ماس. ماس الفوتون اتش في نيو على سي سكوير. اتش بلانك كونستانت ونيو الفريكوانسي والسكوير بتاع السي اللي هي سبيد اوف لايت ان اير. الفوتون له ماس فبيتحرك. سرعه الفوتون ثابته اسمها سي. اللي سرعته ثابته بتبقى سي كونستانت. اما اللي سرعته فاريبل بتبقى في زائد الكترون فيلوستي. المومنتم بتاع الفوتون بي ال ام اف سي. لو شلنا الماس وحطينا اتش في نيو على سي سكوير تايمز سي، السي هتروح مع السكوير هيبقى اتبقى اتش نيو على سي. يعني مومنتم الفوتون له قانونين ام اف سي او اتش في نيو على سي. انرجي ال1 فوتون، انرجي ال1 فوتون رمزها اي اتش في نيو. الفوتون زي ما اتفقنا هو ويف وكمان بارتكل. يعني ايه ويف وبارتكل؟ يعني هو في حركه، بيتحرك كانه ويف، يعني بيمشي كده، بيمشي كده كانه ويف، كانه ويف بيتحرك، كانه ويف بيتحرك كده كانه ويف، وهو له ماس يبقى هو كمان بارتكل. بارتكل بيتحرك ان فورم اوف ويف. بارتكل له ماس بيتحرك ان فورم اوف ويف. الفوتون اوبي الكونزرفيشن لو اوف المومنتم والكونزرفيشن لو اوف الانرجي اللي قلناهم من الحصه اللي فاتت. دي البروبرتيز بتاعت الفوتون. دي بروبرتيز الفوتون، له ماس وله مومنتم وله انرجي، وهو بيتحرك على صوره ويف، وهو بارتكل، وهو اوبي الكونزرفيشن لو اوف المومنتم اند اوف الانرجي. فور يو الماس بتساوي اتش في نيو على سي سكوير. اتش في نيو ده اي، يبقى ماس الفوتون اي على سي سكوير، يبقى اي بتساوي ام في سي سكوير. انرجي الفوتون كمان ام في سي سكوير، يعني انرجي الفوتون زي ما هي اتش في نيو، انرجي الفوتون زي ما هي اتش في نيو هي كمان ام في سي سكوير، ام في سي سكوير. ايه الكلام ده؟ القانون ده، القانون ده ده عامله بلانك، لكن اللي خد الجمله دي اينشتاين، وراح عمل منها حاجه جامده جدا، بيبرز جامده جدا. بتقول البيبرز دي ان الفوتون، الفوتون الماس بتاعته لو الفوتون تصادم صدمه جامده والماس بتاعته تفتتت، كل حته من الماس بتتحول لانرجي. الانرجي بتبقى ام الماس اللي اتفتتت في سي سكوير. بمعنى لو الفوتون ده مثلا خبط في حاجه وانفصل عنه دراعه، دراعه ده هيتحول لانرجي. انرجي هتبقى ماس الدراع في سي سكوير، ماس الجزء الفوقد في سي سكوير. زي الورقه لما نحرقها، الورقه تتحول لدخان. فين الورقه؟ تقول دي بقت دخان. يا ابني فين الورقه؟ ده اصبح الدخان، ما فيش ورقه، بقى في دخان. لما الفوتون يتصادم ويحصل لوست في الماس، كل جزء من الماس حصل له لوست بيتحول لانرجي. الانرجي بتساوي ام في سي سكوير. اينشتاين خد الايكويشن دي وراح عمل منها الاتوميك بوم، ان جاب مجموعه كبيره جدا من الفوتون خارجه من عنصر اليورانيوم. اشمعنى اليورانيوم هو اللي بقى في الاتوميك بومب؟ عشان اليورانيوم بيشاع كميه كبيره جدا من الفوتون وحبسها في بوكس. حبس اليورانيوم دوت في بوكس، وبوسائل معينه مجهوله بالنسبه لنا احنا، ما يعرفهاش غير الدول العظمى، بيقدر يخلي اليورانيوم ده يطلع راديشن. مش كده وبس، وان الفوتون دي تتصادم مع بعضها تصادمات جامده جدا لكنها تتفتت. فكل فوتون يتحول اتفتت اتحول لانرجي. اي بتساوي ام في سي سكوير. الانرجي بتبقى هائله. الانرجي بتاعت الفوتون المتفكك او المتدمر بتبقى هائله. ايه السبب؟ انها بتتضرب الماس في السي سكوير. سي سكوير السي 3 في 10 باور 8، فلما سكور الماس، لما سكور السي تبقى 9 في 10 باور 16. السي لوحدها 3 تايمز 10 باور 8، سكورتها 9 في 10 باور 16، يبقى كل جزء من الفوتون اتفتت ماسه اتحولت الى انرجي. الماس المفقوده هتتضرب في 9 في 10 باور 16. يعني ايه 10 باور 16؟ يعني واحد قدامه 16 صفر. يعني ماس هائله.
هتطلع من كل فوتون، والفوتون الثاني ماسه سائله، والفوتون الثالث ماسه سائله، يبقى ده الانفجار الهائل بتاع الاتوميك بومب، الانفجار الهائل بتاع الاتوميك بومب، الانفجار الهائل بتاع الاتوميك بومب. التكنولوجي بتاعت هذا الكلام غير معروفه بالنسبه لنا احنا الدول الناميه. هم بس الدول الكبرى، هم 7 8 9 دول هي اللي عارفه ازاي تخلي اليورانيوم يطلع اكبر راديشن، ازاي الفوتون تتصادم مع بعضها، ازاي يحصل هذا الانفجار الهائل. كل ماس فقدت بتتحول لانرجي. الماس المفقوده اللوست ماس، اللوست ماس، اللوست ماس مضروب في 3 في 10 باور 8 الكل سكوير، يعني في 9 10 باور 16، في 9 10 باور 16. بنكمل، سؤال بيجي كتير يقول لك اكتب الماثيماتيكال رول اللي بتربط الانرجي بماس الفوتون، الانرجي بماس الفوتون، الانرجي بماس الفوتون، الانرجي بماس الفوتون. الاي بتساوي ام في سي سكوير، الانرجي بتساوي الماس بتاع الفوتون في سي سكوير. خش موضوع جديد، حاجه اسمها المايكروسكوبيك موديل وحاجه اسمها الماكروسكوبيك موديل. ايه المايكروسكوبيك موديل وايه المايكروسكوبيك موديل؟ المايكروسكوبيك موديل مجموعه من الرول بتحكم حركه السمول اوبجكت. الماكروسكوبيك موديل مجموعه من الرول بتحكم حركه البيج اوبجكت. ايه الكلام ده؟ لما يكون عندي طفل صغير وعندي شاب كبير، وسائل عقاب الطفل الصغير هتختلف عن وسائل عقاب الطفل الكبير، الشخص الكبير. وسائل عقاب الطفل الصغير هتختلف عن وسائل عقاب الشاب الكبير. ده له رولز لعقابه وده له رولز لعقابه. نفس الكلام عندنا اجسام صغيره زي الفوتون، فوتون لوحده، زي الالكترون لوحده، زي بروتون لوحده، زي اتوم لوحدها، حركاتهم بتحكمها مجموعه من الرول تخصهم. مجموعه الرول اللي بتخص الاجسام الصغيره سرعتها نحسبها ازاي، المسافه دي مشيتها قد ايه، الاكسلريشن بتاعتها لما تخبط في سيرفيس، الفورس المؤثره قد ايه، الاتراكشن بينها وبين بعض قد ايه، الريبالشن بينها وبعضها قد ايه. مجموعه من الرول بتحكم حركه السمول اوبجكت او المينيت اوبجكت. القوانين اللي بتحكم حركه السمول او المينيت اوبجكت اسمها قوانين المايكروسكوبيك موديل. كلمه مايكرو يعني حاجه صغيره، المايكروسكوبيك موديل. عندنا اجسام كبيره، يعني ايه جسم كبير؟ يعني ايه جسم كبير؟ يعني اقول لك فوتون بيم، الكترون بيم، دول شله. بيم يعني شله، يعني مجموعه من الالكترون ماشيه مع بعضها دي اسمها الكترون بيم، مجموعه من الفوتون ماشيه مع بعضها ده فوتون بيم. بادي زي عربيه ماشيه، دي اجسام كبيره. الاجسام الكبيره ليها قوانين بتحكمها خاصه بيها، قوانين بتحكم سرعتها نحسبها ازاي، الديستنس اللي مشيتها، الاكسلريشن بتاعتها لما تتصادم مع بعضها، الفورس بكام، القوانين بتحكم حركه الاجسام الكبيره. القوانين اللي بتحكم حركه الاجسام الكبيره اسمها المايكروسكوبيك موديل. المايكروسكوبيك موديل، يبقى الاجسام الصغيره مايكروسكوبيك موديل. يبقى عندنا اثنين موديل، حاجه اسمها مايكروسكوبيك موديل وحاجه اسمها مايكروسكوبيك موديل، الفرق الاي والاي، مايكروسكوبيك مايكروسكوبيك. المايكروسكوبيك موديل مجموعه من الرول بتحكم تصرفات البيهيفيور بتاع المينيت اوبجكت. يعني ايه مينيت اوبجكت؟ مينيت اوبجكت يعني فوتون لوحده بيتحرك، الكترون لوحده بيتحرك، بروتون لوحده بيتحرك، اتوم لوحدها بتدور. القوانين اللي بتحكم البيهيفيور بتاعها دي اسمها قوانين المايكروسكوبيك موديل. اما الاجسام الكبيره، الاجسام الكبيره شله فوتون ماشيين مع بعض والجسم كبير، شله الكترون ماشيين مع بعض جسم كبير. الالكترون بيم، الفوتون بيم، اي بادي عربيه ماشيه، انت بني ادم ماشي، الرولز اللي بتحكم البيهيفيور بتاعنا، الرولز بتاعت ديت اسمها المايكروسكوبيك موديل. المايكروسكوبيك موديل. طيب في الاول نقول الفوتون كيف تصوره العلماء؟ الفوتون لم يروا حتى الان، ولكن العلماء حطوا له منظر عن طريق فينومينا معينه لاحظوها فقدروا بيفسروا شكل الفوتون عامل ايه. قال الفوتون ده شكله سفير. الفوتون شكله سفير، الفوتون شكله سفير. السفير ده الريديوس بتاعها لندا، الريديوس بتاعها لندا، وان الفوتون ده في حركته بيمشي بفريكوينسي نيو، يعني بيمشي بهذا الشكل، بيمشي بهذا الشكل، بيمشي بهذا الشكل، حيث الفريكوينسي عدد الطلوع والنزول في الثانيه، عدد الطلعات والنزلات في الثانيه الواحده، عدد الطلعات والنزلات في الثانيه الواحده، هو ده الفوتون.
كما تصوره العلماء. الفوتون عبارة عن شكله سفير. راديوس السفير دي لندا. الراديوس بتاعها لندا. ويتحرك بفريكوينسي نيو. يتحرك. الفورم اوف ويف. مدام الفورم اوف ويف بقى ماشي كده. بفريكوينسي نيو. طالع نازل بفريكوينسي نيو. امتى استخدم الميكروسكوبيك موديل؟ استخدم الميكروسكوبيك موديل لما يكون فوتون ماشي لوحده. الكترون ماشي لوحده. بروتون ماشي لوحده. طب خلينا على الفوتون. امتى استخدم الميكروسكوبيك موديل؟ لما يكون الفوتون ماشي لوحده. طب انا اعرف منين الفوتون ماشي لوحده؟ لو حطيت قدامه اوبستكل. اوبستكل يعني بارير. بارير يعني حاجز. والحاجز ده الدايمنشن بتاعته لندا. ونقص كده بالدايمنشن لندا يعني ريدياس الفتحه دي لندا. ريدياس الفتحه دي لندا. والفوتون ريدياس لندا. يبقى الفتحه دي مش هتخرج لنا غير فوتون واحد. يبقى لو انا الفوتون ده عدى من بارير. من بارير الدايمنشن بتاعته اللي هي معناها هنا ريدياس لندا. يبقى معناها ان هو الفوتون ده لوحده. ما هو ريدياس لندا بتاع الهولز وهو الفوتون ريدياس بتاع لندا. يبقى الفتحه دي مش هتخرج الفوتون واحد. يبقى بتطبق الميكروسكوبيك موديل على الفوتون. لو قدر يعدي من اوبستكل. اوبستكل يعني بارير يعني حاجز. الدايمنشن بتاعته لندا. الدايمنشن بتاعته لندا. اطبق هنا قوانين الميكروسكوبيك موديل. اطبق قوانين الميكروسكوبيك موديل. كلام كله نظري. كلام نظري معلش هنقبله وخلاص. يبقى انا اعرف منين ان اللي خارج ده فوتون واحد او شله. الفوتون انا خلاص عرفت ان الرياس لندا. اجيب اوبستكل. اوبستكل يعني بارير يعني حاجز. في هولز في فتحه في سليت. الدايمنشن بتاعها لندا يعني الرياس لندا. لو الفوتون ده خرج يبقى هو لوحده. يبقى اطبق قوانين الميكروسكوبيك موديل عليه. اطبق قوانين الميكروسكوبيك موديل عليه. طيب لو انا جبت اوبستكل. جبت اوبستكل والدايمنشن بتاعها اكبر بكتير جدا من لندا. يبقى الفوتون واحد رياسه لندا وده رياسه لندا وده رياسه بتاع لندا. يبقى الفوتون ده هيخرج وده هيخرج وده هيخرج يبقوا شله فوتون خارجين. يبقى في الحاله دي اطبق قوانين الميكروسكوبيك موديل الاجسام الكبيره الميكروسكوبيك موديل. يبقى لو انا عندي الاوبستكل بتاعي البارير الحاجز الفتحه الدايمنشن بتاعتها ماتش بيجر ذا لندا ماتش بيجر ذا لندا يبقى هتخرج لنا كذا فوتون. يبقى هتخرج لنا شله فوتون. شله فوتون خارجه شله خارجه يبقى ده جسم كبير يبقى يخضع لقوانين الاجسام الكبيره الاجسام الكبيره الاجسام الكبيره يبقى قوانين الميكروسكوبيك موديل. ايوه ايوه هو ده ايه ده يعني ايه الحاجز ده عباره عن ايه؟ في الاول خالص ايه هو في حاجه اسمها اجسام صغيره ايوه في حاجه اسمها اجسام كبيره في طفل وفي شاب. حلو. لما بتعامل مع طفل له قوانين في التعامل معاه في عقابه مثلا. لما تعامل مع شاب كبير له قوانين في التعامل مع طفل صغير يبقى همسك كده كده واضرب على ايده بالراحه. لكن شاب كبير ارخبته بالشلوت مثلا ده له قوانين عقابه وده له قوانين. نفس الكلام عندنا اجسام كبيره واجسام صغيره. جسم صغير يعني فوتون لوحده يعني الكترون لوحده يعني بروتون لوحده لو اتوم لوحدها في حركاتهم بنتعامل معاهم بقوانين معينه. القوانين اللي بتحكم حركتهم وحاجه بقى بره المنهج. القوانين اللي بتحكم حركه الفوتون والالكترون والبروتون والاتوم دي قوانين كولوم وشرودنجر عالم اسمه شرودنجر وكولوم. دول حاطين قوانين بتحكم الحاجات دي. الكترون والالكترون هيحصل بينهم ريبالشن. طيب الفورس بتاعت الريبالشن نحسبها ازاي؟ ليها قانون. الكترون ماشي بسرعه معينه نحسب سرعته بقانون اسمه ايه؟ ليها قانون حاطيوها حاجتين علماء كولوم وشرودنجر دي بره المنهج. يبقى دي كده قوانين الاجسام الصغيره. ليهم قوانين اسمها قوانين الاجسام الصغيره. قوانين السمول اوبجكت اسمها الميكروسكوبيك موديل. او بشوف كلمه مايكروسكوبيك موديل اقول دي القوانين دي بتاعت العيال الصغيره الاطفال بتاعت الاجسام الصغيره. جسم صغير يعني فوتون واحد الكترون واحد بروتون واحد اتوم واحده. قوانين الاجسام الصغيره. طيب الاجسام الكبيره زي شله الالكترون ماشيه مع بعض بالنسبه لنا ده جسم كبير. شلة فوتون ماشية مع ده جسم كبير. عربية ماشية. انت وانت ماشية. جسم كبير. بتخضعي القوانين مش علينا قوانين نيوتن الحركة. قوانين نيوتن الثلاثة. قوانين نيوتن الثلاثة دي قوانين الأجسام الكبيرة. اللي هي ال 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 في سكوير بيساوي في روت سكوير بلس 8 في قوانين نيوتن الثلاثة. أو في سكوير بيساوي في زيرو سكوير بلس 8 في سكوير. القوانين بتاعت الحركة بتاعت نيوتن دي على الأجسام الكبيرة. حطوها في الداينامكس اللي بتطبق على العربيات. العربية طبعا منحدر او نازلة من منحدر. دي قوانين نيوتن الثلاثة طبعا الاجسام الكبيرة. الاجسام الكبيرة زي احنا بني ادمين واحنا ماشيين.
عربيه ماشيه، قطر ماشي، فوتون بيم ماشي، الكترون بيم ماشي، كل ده حطها لعالم نيوتن. الاجسام مش علينا، حطها لعالم نيوتن وسميها قوانين الاجسام الكبيره. يعني ايه قوانين الاجسام الكبيره؟ يعني الماكروسكوبيك موديل، الماكروسكوبيك موديل. يبقى الاجسام الصغيره ليها رولز حطها كولوم وشرودنجر، والاجسام الكبيره ليها رولز حطها نيوتن. احنا عايشين على نيوتن لان احنا اجسام كبيره، فكل على نيوتن. امتى اقول على الجسم ده صغير؟ اقول على الجسم ده صغير او على الفوتون بالتحديد. امتى اقول ان الفوتون ده جسم صغير؟ لو عدى من فتحه الراديوس بتاعها قده، الفتحه دي الراديوس بتاعها قده، يعني اجيب فتحه، كلام نظري كله، اجيب فتحه الراديوس بتاعها لندا، لو الفوتون عدى يبقى هو كده عدى لوحده. اجيب فتحه واسعه قوي، واسعه قوي، يبقى يخرج لي منها عدد كبير من الفوتون، يبقى سلط الفوتون على فتحه رادياسها لندا عدى، يبقى ده فوتون واحد، او رادياسها اكبر كتير جدا من لندا يبقى اتخرج لي كذا فوتون. هنا اطبق الميكروسكوبيك موديل، فوق هنا اطبق الميكروسكوبيك موديل، تحت ميكروسكوبيك، فوق ميكروسكوبيك موديل، وكلام كله نظري. هو انا مش عموما اول الشابتر كانش متخيلها الفوتون ده، الايه؟ الفوتون يعني قوانين بس، لكن انا مش الفوتون لم يرى ولكن نرى اثاره. ما هو الضوء ده فوتون، ده فوتون، احنا مش شايفينه هو نفسه لكن شايفين اثره، شايفين الاثر بتاعه. فالفوتون ده في مجموعه من الفينومينا العلماء قالوا يفسروها، لو ان عشان تتفسر لازم يفترضوا ان الفوتون ده شكله سفير وان الريديوس بتاعه لندن. طيب وهو ويف، ما دام ويف يبقى بيتحرك طالع نازل، يبقى له فريكوينسي، والفريكوينسي ده النمبر اوف سايكل بير سكند، يعني عدد الطلعات والنزلات بالثانيه بالعربي كده، عدد الطلوع والنزول في الثانيه. مجموعه من الفينومينا مش علينا دلوقتي، كانت عشان تتفسر يجب ان يفترضوا ان الفوتون دوت شكله سفير والريديوس بتاعه لندا وبيتحرك على شكل ويف، الفريكوينسي بتاعه نو، الفريكوينسي بتاعه نو. كلام ماسخ ورخم بس اهو المنهج هنعمل ايه؟ وبالمناسبه الجزء ده عمر ما جه عليه اسئله في الامتحانات الثانويه العامه ابدا، ولكن بيتشرح ما نضمنش اللي ممكن يحصل. والموضوع بسيط، الطفل الصغير له وسائل عقابه، الشاب الكبير له وسائل عقابه. وسائل عقاب الطفل الصغير اسمها الميكروسكوبيك موديل، وسائل عقاب الطفل الكبير اسمها الماكروسكوبيك موديل. يعني ايه صغير؟ يعني فوتون لوحده، كلام بسيط، الكترون لوحده، بروتون لوحده، اتوم لوحدها، دي تخضع لقوانين الاجسام الصغيره اللي هي قوانين اسمها الميكروسكوبيك موديل، في حركتها، حساب سرعتها، المسافه اللي مشيتها، الاكسلريشن بتاعتها، الاتراكشن بينها وبين بعضها، لو خبطت في سطح تسبب فورس قد ايه، مجموعه من القوانين دي حطها كولوم وشرودنجر. امتى اقول ان ده اطبق عليه الاجسام الصغيره؟ لو قدر يعدي من اوبستكل الريديوس بتاع لندن، الدايمنشن بتاعته لندن، ودايمنشن نفسه ده ريديوس، ان لو عدى من اوبستكل يعني بارير يعني حاجز، الهولز بتاعته، السليت بتاعته، الدايمنشن بتاعتها لندن، يبقى ده جسم صغير، اطبق الميكروسكوبيك موديل. اما لو كانت الفتحه كبيره قوي، لو كانت الفتحه كبيره قوي يبقى القوانين اللي هيستخدمها قوانين الميكروسكوبيك موديل، لان الفتحه الكبيره قوي هتسمح بخروج عدد من الفوتون، عدد من الفوتون يبقى جسم كبير، عدد من الفوتون يبقى جسم كبير، يبقى يخضع لقوانين الاجسام الكبيره اللي هي قوانين الميكروسكوبيك موديل بكل بساطه. نكمل السؤال، ازاي اطبق الميكروسكوبيك موديل والماكروسكوبيك موديل على اللايت؟ ازاي الميكروسكوبيك موديل؟ طب ممكن اخبي الاجابه واجاوب السؤال ده يا مريم؟ ازاي اطبق الميكروسكوبيك موديل والماكروسكوبيك موديل على اللايت؟ على الايه؟ على اللايت. على اللايت؟ هعديها في فتحه صغيره والتانية هدخلها مثلا في صندوق. اطبق الميكروسكوبيك والماكروسكوبيك موديل على اللايت، على اللايت لو انا بتعامل مع اللايت. مع فوتون واحد فقط في اللايت، فوتون واحد فقط في اللايت، فوتون واحد فقط في اللايت، يبقى ده جسم صغير. يبقى اطبق عليه الميكروسكوبيك موديل. لو انا هتعامل مع اللايت على انه لايت بيم. طب هو انا عرفت اجيب الفوتون بتاع اللايت؟ افندم؟ هم عرفوا يجيبوا الفوتون بتاع اللايت؟ ما اقصدش، ما كله كلام نظري، هو كله كلام نظري، كله كلام نظري. لو انا بتعامل مع فوتون واحد اللايت، فوتون واحد ماشي اللايت، يبقى ده جسم صغير، يبقى هطبق عليه الميكروسكوبيك موديل. لو انا بتعامل مع البيم كله، مع كل الفوتون، مجموعه من الفوتون، يعني لايت بيم، ما هو بيم ده يعني شله فوتون، لايت بيم يعني شله فوتون ماشيه سوا، لايت بيم يعني شله فوتون ماشيه سوا، يبقى ده بالنسبه لي جسم كبير، يبقى هطبق عليه الماكروسكوبيك موديل.
يبقى لو اللايت كان فوتون واحد، اللايت لو كان مكون من فوتون واحد يخضع للميكروسكوبيك موديل. لو اللايت كان بيم، لو اللايت كان فورم اوف بيم، لو اللايت كان ان فورم اوف بيم يبقى بيخضع لقوانين الميكروسكوبيك موديل. تاني، لو اللايت ده كان ان فورم اوف 1 بي 1 فوتون، لو اللايت ده كان ان فورم اوف 1 فوتون، لو اللايت ده كان ان فورم اوف 1 فوتون يبقى ده ميلك اوبجكت، يبقى يخضع للميكروسكوبيك موديل. لو اللايت ده كان ان فورم اوف بيم، اللايت ده كان ان فورم اوف بيم، ان فورم اوف بيم يبقى ده بيج اوبجكت، يبقى يخضع للميكروسكوبيك موديل. وانتهى الموضوع بتاعها. تمام؟ بنكمل النص بتاعتنا. بنقول لو انا عندي لايت بيم، لايت بيم يعني شلت فوتون ماشيين سوا. يعني ايه كلمه بيم؟ يعني شلت فوتون ماشيين سوا. عشان يطلق عليه بيم لازم تكون كل الفوتون جواه ماشي بنفس السبيد. طبعا هي الفوتون سرعتها واحده مش مشاكل، ماشيه بسيم فريكوينسي، ماشيه بسيم ويف لينز. يبقى عشان البيم ده اقول عليه لايت بيم، يبقى لازم يكون محتواه كله يتحرك بشكل متماثل. كل الفوتون اللي جوه هذا اللايت بيم تبقى بتتحرك بنفس السرعه، بنفس الفريكوينسي، بنفس الويف لينز، بنفس الويف لينز. عشان البيم ده اقول عليه انه بيم، يطلق عليه بيم، يبقى لازم كل الكونتنت اللي جواه، الكونتنت اللي جواه، الفوتون اللي جواه تتحرك بنفس السرعه. واحد يقول لي اه ما هي لازم تتحرك بنفس السرعه، ما السرعه سي، اه دي ما عندك فيها مشكله، لكن ممكن الفريكوينسي او الويف لينز يختلف. لا، عشان اقول عليه بيم يبقى لازم كلهم يبقوا ماشيين بنفس الفريكوينسي ونفس الويف لينز. لو اختلف الفريكوينسي فبالتالي هيختلف الويف لينز، يبقى هلاقي ان اللايت ده تشتت، بقى لايت متشتت وليس فيه، بقى لايت متشتت نسب او يعني مش هيبقى زي بعضهم. واحد بيعمل لي طلوع ونزول خمس مرات في الثانيه، واحد بيعمل لي طلوع ونزول ثلاث مرات في الثانيه، مش هيبقى بيم. البيم هو اللي كل الكونتنت اللي جواه، كل الفوتون اللي جواه بتتحرك بشكل سيميلاريتي، سبيد نفس السبيد، نفس الفريكوينسي، نفس الويف لينز. الالكترون بيم، الالكترون بيم يعني شله الكترون برضه ماشيين مع بعض، شله الكترون ماشيين مع بعض. عشان هذا البيم اقول عليه بيم، لازم كل الكونتنت اللي جواه، المحتويات اللي جواه، الاعضاء اللي جواه، الالكترون اللي جواه كلها تتحرك بنفس السبيد، نفس الفريكوينسي، نفس الويف لينز. وبنزود هنا حاجه رابعه، نفس السبين. ايه كلمه سبين؟ خدتوها في الكيمياء، ان الالكترون حركته بتبقى بهذا الشكل، حركه الالكترون بهذا الشكل. الحركه دي الحلزونيه دي بنسميها نفس السبين، نفس السبين، ان كل الالكترون كله ماشيين مع بعض كده، الشله كلها ماشيين كده، الشله كلها ماشيين مع بعض كده، نفس السبين، نفس السبين، نفس الفريكوينسي، نفس الويف لينز. يبقى ده اسمه الكترون بيم. لو حصل شذوذ في اي حاجه من دول يبقى هيحصل تفرق، مش هيبقى بيم، مش هيبقى بيم. يبقى اللايت بيم فيه ثلاث شروط، نفس السبيد، نفس الفريكوينسي، نفس الويف لينز. الالكترون بيم بنزود شرط رابع اللي هو سيم سبيد، سيم سبيد، نفس سبيد. حركه الالكترون بتبقى بهذا الشكل، حركه حلزونيه كده بالعربي او بالانجليزي بيسميها سبين بهذا الشكل. ايه تاني؟ بنكمل ونقول اي فوتون ربنا خلقه، اي فوتون ربنا خلقه، الفوتون هو ماشي بيصاحبه اثنين بودي جارد. الفوتون هو ماشي بيصاحبه اثنين بودي جارد، يصاحبوه في الحركه ولا يؤثروا عليه. بمعنى الفوتون هو ماشي بيصاحبه الكتريك فيلد اللي حواليه مجال كهربي، وبيصاحبه ماجنتيك فيلد، يصاحبوه في الحركه ولا يؤثروا على حركته. اثنين بودي جارد ماشيين يحرسوا واحده فنانه، هم حراسه ولكن لا يؤثروا عليها. يبقى الفوتون ربنا خلق له حاجتين يصاحبوه، حاجه اسمها الكتريك فيلد وحاجه اسمها ماجنتيك فيلد، يصاحبوه في حركته. الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد دول بيبقوا بيربنديكولار على بعض، مش كده وبس، بيبقوا كمان بيربنديكولار على الدايركشن اوف البروباجيشن، اتجاه حركته. يعني بالظبط 3 دايمنشن، 3 سايد دايمنشن، ده الثلاث صوابع بتوعنا، الثلاث صوابع اللي هم اول ثلاث صوابع اللي بيربنديكولار على بعض، او الحرف بتاع اي اوضه، حرف اي اوضه بتلاقي خط كده من الارض رايح للسقف، وخط ماشي هوريزونتال وخط ماشي فيرتيكال. يبقى الفوتون ماشي بيصاحبه الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، بيربنديكولار على بعض 3 دايمنشن، وكمان بيربنديكولار على الدايركشن اوف البروباجيشن. كلام برضو كله نظري، يعني كلام نظري. الفوتون ماشي بيصاحبه الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، بيربنديكولار على بعض، وكمان بيربنديكولار على الدايركشن اوف البروباجيشن. خدنا الحصه اللي فاتت ان اللايت انتنسي
كلمه انتنس يعني عدد، يعني كونسنتريشن. اما اقول لك اللايت انتنسي عاليه يعني عدد الفوتون جواه كثيره، يعني الكونسنتريشن بتاع الفوتون كبير. كلمه لايت انتنسي، انتنسي يعني عدد، عدد يعني كونسنتريشن تركيز. اما اقول اللايت انتنسي عاليه يبقى كونسنتريشن الفوتون عالي، كونسنتريشن الفوتون عالي. يبقى انا عشان اعرف ان كان اللايت انتنسي عاليه ولا منخفضه لازم اقيس الكونسنتريشن بتاع الفوتون، لازم اقيس الكونسنتريشن بتاع الفوتون. للاسف ما عنديش جهاز لغايه النهارده يعد الفوتون، ما عنديش جهاز يقيس الكونسنتريشن بتاع الفوتون، لكن عندي جهاز يقيس الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد المصاحب للفوتون. يبقى لو انا عايز اعرف اللايت انتنسي عاليه ولا منخفضه اقيس الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد، يبقى هم دول انديكيشن اذا كان اللايت انتنسي عاليه او منخفض. كمان مره، اللايت انتنسي، انتنسي يعني عدد، اللايت انتنسي عاليه يعني عدد الفوتون كبيره، عدد الفوتون يعني كونسنتريشن، كونسنتريشن يعني تركيز الفوتون عالي. طيب انا عايز اعرف عندي اثنين لايت، عندي اثنين لايت وعايز اعرف الانتنسي بتاعت مين اعلى، يبقى اعد عدد الفوتون هنا، اعد عدد الفوتون هنا، اشوف الكونسنتريشن هنا واشوف الكونسنتريشن هنا بتاع الفوتون. الكونسنتريشن الاعلى يبقى هو ده اللي اللايت الانتنسي بتاعته اعلى. للاسف ما عنديش جهاز يقيس الكونسنتريشن بتاع الفوتون، ما عنديش اجهزه اخترعناها لغايه النهارده تقيس الكونسنتريشن بتاع الفوتون، لكن عندي اجهزه تقيس الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد المصاحب للفوتون. عندنا اجهزه بتقيس الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد المصاحب للفوتون، يبقى انا من خلال قياس الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد اقدر اعرف الكونسنتريشن في انهي واحد منهم عالي او واطي، وبناء عليه احدد اللايت انتنسي. يبقى اللايت انتنسي حتى الان تقاس بقياس الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد المصاحب للبيئه، وفي اجهزه بتقيس هذا الكلام، في اجهزه بتقيس الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد المصاحب لللايت. من خلال قياس الالكتريك او الماجنتيك فيلد يبقى ده انديكيشن للكونسنتريشن بتاع الفوتون، يبقى ده انديكيشن لللايت انتنسي. يبقى تاني اللايت انتنسي، انتنسي يعني عدد، عدد الفوتون، عدد الفوتون يعني الكونسنتريشن بتاع الفوتون. اللايت الانتنسي لو عندي اثنين لايت الانتنسي بتاعته اعلى هو لو احتوي على فوتون اكتر، يعني في كونسنتريشن فوتون اكتر. ما عنديش جهاز يقيس كونسنتريشن الفوتون، لكن عندي جهاز بيقيس الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد المصاحب لحركه الفوتون. يبقى انا من خلال قياس الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد المصاحب للبيم اقدر اعرف انهي لايت في الاثنين اللي الانتنسي بتاعته اعلى، انهي في الاثنين اللي الانتنسي بتاعته اعلى، من خلال قياس الالكتريك فيلد او الماجنتيك فيلد المصاحب لهذا البيم. بنكمل وكده خلصت الحته الرخمه اللي فاتت. بيقول لي هنا وضح ازاي الفوتون له بارتكل نيتشر وله ويف نيتشر. قول لي ازاي الفوتون له بارتكل نيتشر وله ويف نيتشر. ما احنا قلنا الفوتون ويف اند بارتكل، الفوتون ويف اند بارتكل. ازاي الفوتون بارتكل؟ ازاي الفوتون ويف؟ الفوتون بارتكل عشان الفوتون له ماس وله مومنتم وأوبي الكونزرفيشن لو في المومنتم اند اوف الانيشن، هو ده اللي خلى الفوتون نطلق عليه انه بارتكل. بارتكل يعني له ماس، ما دام له ماس يبقى له سرعه، ما دام له سرعه يبقى له مومنتم، وبالتالي هو اوبي الكونزرفيشن لو في المومنتم اند الكونزرفيشن لو في الانيشن، يبقى الفوتون بارتكل عشان كده. ازاي الفوتون ويف؟ ازاي الفوتون ويف؟ الفوتون بيم بيحصل له ريفليكشن ويحصل له ريفراكشن ويحصل له ديفراكشن ويحصل له انترفيرنج، دي بروبرتيز الويف، يبقى عشان كده الفوتون بنعتبره ويف. الفوتون ريفليكت ريفراكت ديفراكت انترفير، يبقى الفوتون بنعتبره عشان كده ويف. يبقى الفوتون ويف عشان بيحصل له اللي بيحصل للويف. هو يا ابني اللي بيحصل اي ويف؟ اي ويف بيحصل لها ريفليكشن ريفراكشن ديفراكشن انترفيرنج.
الفوتون بيحصل له كده، يبقى الفوتون كونسيدرد ويف. ليه ابني الفوتون بنعتبره بارتكل؟ اصل الفوتون له ماس اتش مليون على تي سكوير، وله مومنتوم، وله انرجي، واوبي الكونزرفيشن اوف المومنتوم اللي هو في الانرجي، فعشان كده الفوتون بنعتبره بارتكل. يبقى دي اسباب اللي خلتنا بنقول الفوتون ويف اند بارتكل. ازاي الالكترون بنعتبره بارتكل ويف؟ ازاي الالكترون بنعتبره ويف؟ احنا اللي نعرفه ان الالكترون من يوم ما اكتشفناه الماس بتاعته 9.1 تايمز 10^-61 كيلو جرام. يبقى الالكترون من يوم ما اكتشفناه اكتشفنا الماس بتاعته، ما دام له ماس يبقى هو بارتكل، امر مفروغ منه لا نقاش فيه. اللي فيه نقاش ان الالكترون اعتبروه ويف. ازاي اعتبروه ويف؟ لان لقوا ان الالكترون بيحصل له اللي بيحصل للويف، يعني لو في الكترون بين ماشي بيحصل له برضه باساليب معينه هناخدها بعد شويه، باساليب معينه هناخدها بعد شويه، لو ان الالكترون بين ده ممكن يحصل له ريفليكشن وريفراكشن وديفراكشن وانترفيرنج، يعني بيحصل للالكترون بين اللي بيحصل للويف. فعشان كده اعتبروا ان الالكترون كونسيدر كمان ويف. الالكترون بارتكل عامل مفروغ منه لان له ماس 9.1 تايمز 10^-61 كيلو جرام، ده موضوع غير قابل للنقاش. هو له ماس فهو بارتكل. الجديد ان هم اكتشفوا كمان ان هو ويف. ليه يا ابني الالكترون ويف؟ اصل هو بيحصل له اللي بيحصل الويف، لو عندي الكترون بيم باسلوب معين هناخده بعد شويه اقدر اعمل له ريفليكشن وريفراكشن وديفراكشن وانترفيرنج وهكذا، يبقى اللي بيحصل الالكترون بيم زي اللي بيحصل الويف، يبقى كمان الالكترون يعتبر ويف. يبقى كده وصلنا ان الفوتون ويف وبارتكل، والالكترون ويف وبارتكل، الفوتون ويف وبارتكل، والالكترون ويف وبارتكل. العلماء وصلوا لحاجه جميله جدا، قال لك يبقى كل حاجه كنت بعملها بالضوء ينفع اعملها بالالكترون بيم. كل حاجه كنت بعملها بالضوء، كل اكسبيرمنت كنت بعملها بالضوء ينفع اعيدها باستخدام الالكترون بيم، ينفع اعيدها باستخدام الالكترون بيم، ينفع اعيدها باستخدام الالكترون بيم. كل حاجه كنت بعملها بالضوء ينفع اعيدها باستخدام الالكترون بيم. ازاي الكلام ده؟ هنشوف حالا دلوقتي. يبقى الفوتون زي ما هو ويف هو كمان بارتكل، والالكترون زي ما هو ويف هو كمان بارتكل. يبقى الفوتون والالكترون الاثنين زي بعض ويف وبارتكل. بس الاول هناخد مجموعه من القوانين وبعد كده هنبقى نكمل الموضوع ده. عشان بس احل كم مساله. فور الكترون المومنتوم ام في في، دي قوانين قديمه. الالكترون له مومنتوم ماس فيلوسيتي، سرعه الالكترون اسمها في، سرعه الالكترون اسمها في، سرعه الالكترون اسمها في، يبقى ام في. ويف لينث الالكترون لو طلب ان احنا نحسبه في المسائل يبقى اتش على بي ال، ويف لينث الالكترون اتش على بي ال، هيساوي ال ام في. سرعه الالكترون فاريبل فاسمها في، يبقى ويف لينث الالكترون احسبه من اتش على بي ال او اتش على ام في. الفوتون المومنتوم بتاع الفوتون ام في سي، الالكترون ام في، الفوتون ام في سي، عشان سرعه الالكترون فاريبل انما سرعه الفوتون ثابته. ام في سي او اتش في النيو على سي. ويف لينث الفوتون اتش على بي ال او اتش على ام سي. يبقى لو طلب مني ويف لينث الفوتون، ويف لينث الفوتون ممكن اتش على بي ال او اتش على ام في سي. ماس الفوتون ده مجرد تجميع قوانين، اتش في نيو على سي سكوير. انرجي الفوتون اتش في نيو. عدد الفوتون لو في ضوء نازل على السطح، عدد الفوتون اللي نازل على السطح ده في الثانيه كان اسمها فاي ال. عدد الفوتون الحصه اللي فاتت اللي نازل على السيرفيس في الثانيه كان اسمها فاي ال، كانت بتبقى الباور على اتش في النيو، بتساوي الباور بتاع الضوء على اتش في النيو. ايه القانون ده؟ جبناه منين؟ هنثبته تحت حالا، بس اثباته مش علينا. لو عندي لايت بيم نازل على ميتال سيرفيس، لايت بيم نازل على ميتال سيرفيس، عدد الفوتون اللي جواه في الثانيه، عدد الفوتون اللي جواه في الثانيه اسمها فاي ال، بتساوي باور اللايت على اتش في نيو. جه ازاي هنثبته حالا ده؟ بس الاثبات مش علينا، نحفظ القانون بس. لايت بيم نازل على سيرفيس، على ميتال سيرفيس، عدد الفوتون اللي نازل على السيرفيس في الثانيه اسمها فاي ال، بتساوي الباور على اتش في نيو. خدنا ان الانرجي بالجول، لكن في جونت اخرى اسمها الكترون فولت. لازم لو الانرجي بالالكترون فولت لازم احولها جول. ان بضرب في 1.6 تايمز 10^-19، بضرب في 1.6 تايمز 10^-19 بقت بجول. القانون ده جه ازاي؟ ازاي عدد الفوتون
اللي نازل على السيرفيس بالسكند بيساوي باور على اتش. ناخدها بالمقلوب. هقول الباور على اتش في اليونت هتساوي كلمه باور من شابتر 1. باور يعني التوتال انرجي بير سكند على اتش في اليونت. انا عايز اثبت ان فاي ايه اللي بتساوي باور على اتش في اليونت. هبدا بالرايت هاند سايد، عايز اثبت ان فاي ايه اللي ايكوال الباور على اتش في اليونت. هبدا بالرايت هاند سايد، الباور على اتش في اليونت. باور يعني توتال انرجي بير سكند على اتش في اليونت. التوتال انرجي، التوتال انرجي، التوتال انرجي معناها عدد الفوتون. في انرجي ال1 فوتون اتش في نيو. التوتال انرجي معناها عدد الفوتون في انرجي ال1 فوتون. التوتال انرجي معناها عدد الفوتون في انرجي ال1 فوتون، يعني ان في اتش في نيو. وبعدين عندنا بير سكند، بير سكند زي ما هي. اشطب اتش في نيو مع اتش في نيو، اشطب اتش في نيو مع اتش في نيو، يبقى ان على سكند. ان ده عدد الفوتون وسكند يعني بير سكند، بقت ان على سكند. عدد الفوتون بير سكند، النمبر اوف فوتون بير سكند ده اللي هو الفاي ال، يعني بيساوي الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد. عدد الفوتون نازل على السيرفس في الثانيه رمزها فاي ال بتساوي باور الضوء اللي نازل على اتش في النيو. عايز اثبت هذا الكلام، هقول هبدا بالرايت هاند سايد، باور على اتش في النيو. الباور من شابتر 1 دي التوتال انرجي بير سكند اوفر اتش في النيو. التوتال انرجي يعني عدد الفوتون في انرجي ال1 فوتون، عدد الفوتون في انرجي ال1 فوتون، يعني ان في اتش في النيو. عدد الفوتون ان في انرجي ال1 فوتون يبقى اتش في النيو. ان في اتش في النيو عندنا هنا فوق بير سكند، بير سكند زي ما هي على اتش في النيو. اشطب اتش في النيو فوق مع اتش في النيو تحت، هيتبقى ان على سكند. ان يعني عدد الفوتون وتحت السكند، يبقى عدد الفوتون بير سكند اللي هو فاي ال اللي هو الليفت هاند سايد، الليفت هاند سايد. يبقى البروف اهو، بس مش عارف البروف ده، بس هتلاقوا انها عشان ما يبقاش محفوظ كده وخلاص، ان عدد الفوتون بير سكند هو الباور بتاع اللايت على اتش في النيو. نوتس صغيره عشان احسب الويف دنسيتي للطول في المسائل، بغششك عشان تحسب الويف دنسيتي في المسائل بتاع الالكترون لازم يكون عندك الفيلوستي. ما الاتش كونستانت والام كونستانت، الاتش كونستانت والام كونستانت، الاتش كونستانت والام كونستانت. يبقى انت عشان تحسب الويف لينس، عشان تحسب الويف لينس لازم هيبقى تبقى عندك السرعه، لازم عندك السرعه. نرجع تاني ونقول عشان احسب ويف لينس الالكترون، ويف لينس الالكترون، ويف لينس الالكترون هحسبه من هنا اتش على ام في. الاتش كونستانت وماس الالكترون كونستانت اللي بيتجبر في المسائل. مشكله الفيلوستي، مش هيبقى مديني الفيلوستي. طب انا اجيب الفيلوستي منين؟ اجيبها من القانون ده. اي في الفي هاف ام في سكوير، اي في الفي هاف ام في سكوير. الاي الالكترون تشارج بتاع شابتر 1 وفي البوتنشال ديفرنس. والام ماس الالكترون وفي السرعه. يبقى القانونين دول انتيمات بعض، ماشيين مع بعض على طول، يبقوا صاحبين لبعض. اي مساله هيطلب مني احسب له ويف دنس الالكترون شور هستخدم القانون ده في الاول. الاي كونستانت والماس كونستانت وهيديني البوتنشال ديفرنس. هيديني البوتنشال ديفرنس، هيديني البوتنشال ديفرنس. منه احسب الفيلوستي، ما الاي كونستانت وماس الالكترون كونستانت، احسب الفي. احط الفي هنا، احسب ويف لينس الكترون، احسب ويف لينس الكترون. يبقى اي مساله تشوف كلمه احسب ويف لينس الكترون تعرف ان القانون ده هستخدمه مع ده. ده مع ده، الفي كابيتال بوتنشال ديفرنس اللي على الانو. والفي سمول سبيد. الفي كابيتال البوتنشال ديفرنس اللي عن انود، والفي سمول السبيد بتاع الالكترون. طب لو طلب مني احسب له الويف لينس بتاع الفوتون، ويف لينس الفوتون ممكن اجيب لاندا من سي على مي، او لاندا اتش على بي ال لو كان مديني البي ال جاهز، او اتش فكت البي ال ام في سي، فكت بي ال الفوتون ام في سي. يبقى دي الطريقه اللي بحسب بيها ويف لينس الفوتون، دي الطريقه اللي بحسب بيها ويف لينس الفوتون. يا اما ويف لينس الفوتون اجيبه من سي على نيو، او من اتش على بي ال لو البي ال جيفن جاهز، او اجيبه من فكتها ام في سي. لاندا اتش على ام في، القانون ده عمله عالم اسمه دي برولي او دي براولي، عالم اسمه دي برولي، فتسمى الويف لينس ده على اسمه. الويف لينس اوف الالكترون اسمه دي برولي ويف لينس، تخليد اسماء، تخليد اسماء. ويف لينس الالكترون اسمه دي برولي ويف لينس، دي برولي ويف لينس. شوف كلمه دي برولي ويف لينس معناها ويف لينس الالكترون، دي برولي
ويف لينس يعني ويف لينس الالكترون عشان هو اللي وصل لهذه الايكويشن ويف لينس الالكترون اسمه دي برولي ويف لينس هنبدأ نشوف شوية مسائل عبيطة جدا مسائل مباشرة خالص بس أي حاجة هتشوفها بسرعة. بيقول لي عندنا فوتون الويف لينس بتاعته 600 نانومتر خلاص احسب الماس احسب الانرجي احسب المومنتم بتاعه وفي المسائل كلها بيديك السي والاتش ولو السي والاتش يعني في المسائل كلها بيديك السي والاتش ولو المسألة فيها الكترون هيديك كمان ماس الالكترون طب لو ما ادهملكش خدهم المسألة اللي قبلها المسألة اللي بعدها بيبقى زهق من انه يديهم كل شويه. ويف لينس الكترون 600 نانو عايزنا اجيب له الماس والانرجي والمومنتوم. السي لندا في النور السي جيفن 3 في 10 باور 8 الويف لينس 600 نانو ما بيشتغلش بالنانو يبقى في 10 باور نيجاتيف 9 في نيو يبقى كده حسبنا خلاص الفريكونسي بتاع الفوتون. النيو طلعت 5 في 10 باور 14 هرتز. عايز الماس بتاع الفوتون اتش في النيو على سي سكوير اتش في النيو على سي سكوير اعوض يبقى جبنا الماس بالكيلو جرام. عايز المومنتم بتاع الفوتون المومنتم ماس في فيلوستي يبقى ام في سي الماس ادينا لسه حاسبينها طازه اهي والسي 3 في 10 باور 8 يونت المومنتم المومنتم ماس في فيلوستي ماس يبقى كيلو جرام فيلوستي يبقى متر بير سكند يبقى يونت المومنتم ام في سي ماس يبقى كيلو جرام سي فيلوستي الفيلوستي متر على سكند يبقى يونت المومنتم كيلو جرام متر على سكند. عايز انرجي الفوتون اتش في النيو والاتش جيفن والنيو حسبناها فوق يبقى جبنا الانرجي وبالجول وكان ينفع الانرجي احسبها بطريقه ثانيه ام في سي سكوير الام عندنا والسي عندنا بس سكوارها يعني ينفع الانرجي احسبها بطريقه ثانيه كمان ام في سي سكوير الماس عندنا ادينا جايبينها والسي مدهلنا هو جيبن بس سكورها هيطلع ان شاء الله نفس الرقم. المساله اللي بعدها بيقول لي عندنا باور ستيشن الباور دي بتطلع باور 80 كيلو وات بحط الباور بس باور ضوء يعني لمبه بالعربي كده لمبه باور ستيشن يعني بحط الضوء بتطلع ضوء الباور بتاعته 80 كيلو وات الفريكوينسي بتاعه 90 ميجا هرتز 90 ام كابيتال يعني ميجا هرتز. بيقول لي انرجي الفوتون كام ويف لينس بتاعه كام عدد الفوتون بير سكند في هذا البيم قد ايه؟ محطه ضوء باور ستيشن اسمه محطه ضوء يعني لمبه الباور بتاعتها 80 كيلو وات مخرجه ضوء الفريكونس بتاعه 90 ميجا هرتز انرجي الفوتون كام الويف لينس بتاعه كام الفاي ال بكام الانرجي اتش في النيو الاتش جيفن والفريكونسي 90 ميجا يعني 10 باور 6 ميجا 10 باور 6 ميجا 10 باور 6 يبقى جبنا انرجي الفوتون خلاص. بعد كده عايز اللندا بتاع الفوتون السي لندا في النيو السي جيفن 3 في 10 باور 8 واللندا والنيو لسه حاسبينه النيو مدهلنا 90 ميجا 90 في 10 باور 6 يبقى جبنا ويف لينس الفوتون كمان بيقول لي احسب عدد الفوتون نازلين على السيرفر في السكند هو فايل اللي احنا لسه متكلمين عليه حالا اللي هو باور على اتش في النيو الباور هو مديها لنا 80 كيلو وات 80 كيلو وات يبقى 8 في 10 باور 3 على اتش جيفن ونيو 90 ميجا يعني 90 في 10 باور 6 يبقى كده حسبنا له عدد الفوتون بير سكند اتحسبت عدد الفوتون بير سكند. بنكمل بيقول لي احسب الفورس اللي بيسببها لايت بيم الباور بتاعه 90 كيلو وات على جسم الماس بتاعه 5 كيلو جرام يعني في ضوء نازل الباور بتاعته 90 كيلو وات بينزل على جسم الماس بتاعته 5 كيلو جرام بيقول لي احسب الفورس عليه. الحصه اللي فاتت خدنا ان الفورس كانت 2 الباور على سي واثبتنا ان الفورس كانت 2 الباور على سي 2 الباور 90 كيلو وات يبقى 90 الكيلو 10 باور 3 والسي جيفن 3 في 10 باور 8 يبقى الفورس اللي نازل على هذا السيرفيس 10 4 نيوتن يبقى دي الفورس نازل على هذا الجسم
اللي ماسه 5 كيلو، اللي ماسه 5 كيلو. هل هذه الفورس تؤثر على هذا الجسم؟ لا. الفورس دي صغيره والجسم ده ماسه 5 كيلو، جسم كبير. يبقى الفورس دي نوت افكتيف على هذا الجسم. ضوء نازل على سريه الشاي مش هيحرك الصينيه. ضوء نازل على وشنا مش هنحس بالم في وشنا، عشان فورس بتاعته صغيره واحنا جسمنا كبير. يبقى الفورس دي غير مؤثره على هذا الجسم. اللي ماسه 5 كيلو جرام بيقول لي ماذا لو استبدلنا هذا الجسم بالكترون؟ ماذا لو استبدلنا هذا الجسم الكبير بالكترون؟ اقول له لا بقى معلش، الالكترون ده جسم صغير، ده ماسه صغيره، ده جسمه صغير. الفورس اللي احنا بنقول عليها صغيره دي بالنسبه للالكترون هتبقى فورس كبيره مؤثره. الفورس دي هتبقى افكتيف على الالكترون، هتحركه، هتزود سرعته وهتزود الانرجي بتاعته، هتزود سرعته وتزود الانرجي بتاعته. يبقى الفورس ده نزل الالكترون هتغير مسار حركته وتزود سرعته وتزود الانرجي بتاعته. الفورس تؤثر على الالكترون ولا تؤثر على جسم كبير؟ جسم هنا هتقول لي احنا ما استخدمناش ال 5 كيلو، ما استخدمتهاش، ال 5 كيلو دي دلاله على ان هذا الجسم ماسه كبيره، على ان هذا الجسم ماسه كبيره، جسم تقيل. والفورس صغيره لن تكون افكتيف عليه. الفورس نوت افكتيف على هذا الجسم الكبير، مش هيعمل فيه حاجه. لكن لو استبدلنا هذا الجسم بالالكترون، لا ده الالكترون جسم صغير. الالكترون جسم صغير، هتبقى هذه الفورس افكتيف، هذه الفورس افكتيف على الالكترون، هتديله سرعه وتديله انرجي، هتديله سرعه وتديله انرجي. المساله اللي بعدها بيقول لي احسب دي برولي ويف لينس، او بيقول لي دي برولي ويف لينس يبقى لاند على طول للجسم الكبير. ويف لينس الكبير هنا الكترون اجسامنا. الويف لينس الاجسام الكبيره لاندا بتساوي اتش على ام في، لاندا اتش على ام دي للبارتك، ويف لينس البارتك بصفه عامه. ويف لينس اي بارتك، انا اسف حته الاجسام الكبيره. ويف لينس بتاع اي بارتك، ويف لينس بتاع اي بارتك. بما فيهم الالكترون اتش على ام في، اتش على ام في. قال لي عندنا جسم الماس بتاعته 40 كيلو، 140 كيلو. ماشي بسرعه 40 متر بالسكند. او هي كوره ماسها 140 كيلو. بتتحرك بسرعه 40 متر بالسكند. بيقول لي احسب الويف لينس بتاعها. احسب الويف لينس بتاعها. اقول له للبول لاندا اتش على ام في. لاندا بتساوي اتش على ام في، ده ويف لينس اي بارتكل من ضمنهم الالكترون. اتش على ام في. الاتش اهو. والماس اهي والفي اهي، يبقى ده الويف لينس اللي بتتحرك عليه البول. ده الويف لينس بتتحرك عليه البول. طب يقول لي طب لو هو الكترون، لو عندنا الكترون، احسب ويف لينس الالكترون. لاندا اتش على ام في، الاتش اهو وماس الالكترون 9.1 في 10^6 وقايل لي ان الالكترون ده في المساله بيتحرك بنفس السرعه. ان الالكترون موف وذ ذا سيم سبيد، الالكترون اهو موف وذ ذا سيم سبيد، الالكترون ويف موف وذ ذا سيم سبيد اوف البول. يعني الالكترون والبول الاثنين بيتحركوا بنفس السرعه. فرق بس في القانونين دول الماس، ان ماس البول كانت 140 كيلو وماس الالكترون 9.1 تايمز 10^31. فرق في القانونين الماس، ماس البول 140 كيلو وماس الالكترون 9.1 تايمز 10^31. والقانون دوت بتاع دي برولي بيخضع بيتبع اي برضه اي برضه اي برضه. بنكمل. بيقول لي الكترون بيتحرك جوه الكاس ريتيو تحت تاثير بوتنشال ديفرنت 500 فولت، يبقى الفي 500 فولت. بيقول لي احسب ويف لينس الالكترون، احسب ويف لينس الالكترون. اتفقنا عشان اجيب ويف لينس الالكترون بيبقى في قانون ثاني بيستخدم، اي في الفي هاف ام في سكوير. بالمناسبه المساله دي من اشهر المسائل في امتحانات السنه. المساله دي بالتحديد من اشهر المسائل في امتحان اخر السنه، من المسائل المشهوره قوي في امتحان اخر السنه. اي في الفي هاف ام في سكوير، الاي من شابتر 1 1.6 تايم 10^19. الفي كابيتال 500 فولت ايكوال هاف ماس الالكترون جيفن 9.1 تايم 10^31 الفي سكوير. يبقى كده حسبنا سرعه الالكترون. سرعه الالكترون عاده بيبقى 5 6 7 ارقام ما تقلقش، 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 ارقام. سرعه الالكترون بيبقى كبيره، رقم لازم يبقى كبير. لاندا اتش على ام في، لاندا اللي احنا عايزينها اتش على ام في، الاتش كونستنت والماس بتاعت الالكترون 9.1 تايم 10^31 في الفي اهي. يبقى كده جبنا ويف لينس الالكترون، جبنا ويف لينس الالكترون، يبقى كده جبنا ويف لينس الالكترون. ونبقى حافظين ان القانون ده والقانون ده على طول انشيمات بعض مع بعض على طول، ده وده مع بعض على طول. بيقول لي الالكترون بيتحرك او سرعته 0.2 سي. الالكترون سرعته 0.2 سي، الالكترون سرعته 0.2 سي، يبقى الويف لينس بتاعه كام؟ الويف لينس بتاعه كام؟ الفي 0.2، السي 3 10 باور 8، يبقى عندنا خلاص سرعه الالكترون. بقى عندنا خلاص سرعه الالكترون اهي.
الالكترون بيتحرك سرعته 0.2 سي 0.2 سي 0.2 والسي 10^8. يبقى عندنا اهو سرعه الالكترون خلاص. عايزين نحسب الويف لينث بتاعه لامدا اتش على ان في بي. الاتش 6.6 × 10^34 والماس جيفن 9.1 × 10^31 والفي عندنا لسه حاسبينها 6 × 10^7. يبقى جبنا ويف لينث الالكترون اهو، ويف لينث الالكترون اهو. بنكمل موضوعنا اوقات ينزل ضوء على سيرفس يحصل له ريفليكشن. ما هو فوتون يعني ضوء نازل على سيرفس يحصل له ريفليكشن. اوقات ضوء ينزل على سيرفس يحصل له بنتريشن. كلمه بنتريشن كنا بناخدها السنه اللي فاتت بمعنى ريفراكشن. بنتريشن يعني ريفراكشن. ضوء ينزل على سيرفس يحصل له ريفليكشن. اوقات ضوء ينزل على سيرفس يحصل له ريفراكشن. ريفراكشن يعني بنتريشن يعني ويخش جوه. امتى الضوء ريفليكت وامتى الضوء ريفراكت؟ كنا بناخدها في ثانيه ثانوي باسلوب وهناخدها هنا باسلوب ثاني. الضوء بينزل على سيرفس. السيرفس ده مكون من اتوم. الاتوم بينها وبين بعضها في مسافات. المسافات اللي بين الاتوم بعضها اسمها الانتر اتوميك ديستانس. الانتر اتوميك ديستانس. الانتر اتوميك ديستانس اي سطح بيكون من اتومز. الاتوم دي بينها وبين بعضها مسافات. المسافات دي اسمها الانتر اتوميك ديستانس. لو الضوء اللي نازل الفوتون اللي نازل كان نازل بويف لينث اكبر من الانتر اتوميك ديستانس اكبر من المسافه دي يبقى الفوتون ده مش يعرف يعدي. يبقى هيحصل له ريفليكشن. في ثانيه ثانوي كنا بناخدها باسلوب. في ثالثه بناخدها باسلوب ثاني. اي سطح بيتكون من اتوم. بين الاتوم وبعضها في مسافات. المسافات دي اسمها الانتر اتوميك ديستانس. الانتر اتوميك ديستانس لو الضوء اللي نازل لو الفوتون اللي نازل كان الويف لينث بتاعته اكبر من الانتر اتوميك ديستانس يبقى مش هيعدي هيحصل له ريفليكشن. يبقى هو ده شرط ريفليكشن في ثالثه ثانوي. شرط ريفليكشن في ثالثه ثانوي ان الفوتون ينزل بويف لينث اكبر من الانتر اتوميك ديستانس للسيرفس. الويف لينث بتاع الفوتون يبقى اكبر من الانتر اتوميك ديستانس للسيرفس. طب لو الويف لينث بتاع الفوتون اللي نازل كان اصغر او كومبيرابل اقل او مقارب للانتر اتوميك ديستانس يبقى الفوتون بنتريت. الفوتون ريفراكت. ريفراكت يعني بنتريت. ريفراكت يعني بنتريت يعدي. يبقى هو ده شرط البنتريشن في ثالثه ثانوي. شرط البنتريشن الريفراكشن في ثالثه ثانوي ان يكون ويف لينث الفوتون نازل سمولر او كومبيرابل للانتر اتوميك ديستانس. سمولر او كومبيرابل للانتر اتوميك ديستانس. سمولر او كومبيرابل للانتر اتوميك ديستانس. ولو قال لي ايه الكونديشن بتاع ريفليكشن اقول له ويف لينث الفوتون اكبر من الانتر اتوميك ديستانس. ايه الكونديشن بتاع البنتريشن يعني ريفراكشن ان ويف لينث الفوتون سمولر ذان او كومبيرابل للانتر اتوميك ديستانس. الكلام ده بنلاحظه في ايه؟ في اشعه الاكس راي. لما واحد دراعه بيتكسر بيروح يعمل اشعه اكس راي. هي الاكس راي دي بيحصل ايه؟ الاكس راي الويف لينث بتاعها بيبقى اصغر من الانتر اتوميك ديستانس للجلد فبتنفذ من الجلد وتسقط على العظم. الاكس راي الويف لينث بتاعها اكبر من العظم اكبر من الانتر اتوميك ديستانس العظم فتخبط في العظم وريفليكت. وهي راجعه لو في شركه ولا حاجه يبقى هتحمل صورته ويظهر على الفيلم بعد كده ويظهر على الاشعه بعد كده. يعني الكلام اللي قلناه ده استخدموه في العلم في تصوير شرق. يعني ايه شرق؟ يعني عظمه فيها حته كده مفتوحه. الحته المفتوحه دي لو نزل عليها ضوء هيخش فيها مش هيرجع تاني. يوم صوره الشرق يطلع على الفيلم. الضوء المستخدم بتاع الاكس راي الفوت بتاع الاكس راي الويف لينث بتاعها اصغر من الانتر اتوميك ديستانس للجلد. للجلد يبقى الاكس راي هتعدي من الجلد دخلت من الجلد خلاص ونزلت على العظم. الويف لينث بتاع الاكس راي اكبر من الانتر اتوميك ديستانس للعظم يبقى مش هتعدي من العظم هتقبض فيه ريفليكت. ريفليكت يعني ترجع تاني وهي راجعه تحمل صوره الشرق. ازاي بتحمله يعني؟ يعني الحته اللي فيها شرق مش هيرجع منها اكس راي فهتبان على الفيلم الحته ديك سودا ما رجعلهاش اكس راي.
هتبان كده سودا، يقوم يقول اه ده هو ده هنا في شرخ، ده الحته دي الاكس راي عدت منها، يبقى دي عظمه مكسوره، دي عظمه مكسوره. يبقى بنستخدم الكلام ده في الاكس راي، بنستخدمه في الاكس راي، ان الاكس راي الوفلنس بتاعها اصغر من السكين، اصغر من الجلد فبنتريت، والوفلنس بتاعها اكبر من البونز من العظم فريفلكت، وهي راجعه تحمل لنا صوره العظم. بنقول احنا من شويه صغيرين قلنا الفوتون ويف وبارتكل، الالكترون ويف وبارتكل، الفوتون ويف وبارتكل، والالكترون ويف وبارتكل. يبقى كل حاجه بنعملها باللايت بيم ينفع نعملها بالالكترون بيم. طب واحنا ايه اللي خدناه في ثانيه ثانوي؟ كنا بنعمله باللايت بيم. خدنا في ثانيه ثانوي تجربه كانت اسمها يانج اكسبيرمنت، وكان ليه اسم الثاني لسليت اكسبيرمنت، تجربه الشق المزدوج في ثانيه ثانوي اليانج اكسبيرمنت. كانت تجربه يانج، نفتكر كانت تجربه يانج، بجيب هنا لمبه واجيب سكرين بيحتوي على تو سليت، وهنا سكرين ثاني، وكان السكرين دوت بيبقى يا اما حته قماشه كده بيضة، او الحيطه بتاعت المعمل، حته الفصل، حته المعمل. كانت اللمبه بنصدرها قدام السكرين، فيعدي اللايت بيم كده اهو، يحصل هنا انترفيرنج لللايت، ابص لها على السكرين بقع منوره وبقع مطفيه، برايت فرينج ودارك فرينج، برايت فرينج ودارك فرينج، عند السنتر هنا اكبر برايت. وبعدين تبدا البرايت تقل تقل تدريجي، تبدا تصغر تصغر الضوء شدته تقل تدريجي، وبين البرايت والبرايت في دارك فرينج. برايت ودارك فرينج، برايت ودارك فرينج، برايت ودارك فرينج. دي تجربه يانج خدناها السنه اللي فاتت، لمبه قدامها سكرين بيحتوي على تو سليت فتحتين، وسكرين تاني، كان السكرين التاني غالبا بيبقى هو الحيطه بتاعت المعمل، بتظهر عليه البقع المنوره والبقع المطفيه. لما اللمبه بنورها بنلاقي على السكرين ده برايت ودارك فرينج، والبرايت فرينج بتبدا تضعف تضعف بالتدريج، وعند السنتر اقوى برايت. الكلام ده كنا بنعمله باللايت. العلماء قالوا طب ما احنا ممكن نعمله بالالكترون، بالالكترون بيم. الالكترون بيم ازاي يعني؟ اجيب هنا مصدر يطلع لي الالكترون، تبقى حافظ على طول ان السورس بتاع الالكترون هو الكاثود. سورس الالكترون بيبقى الكاثود، سورس الالكترون بيبقى الكاثود، يعني حته ميتال سيرفيس كده اسخنها فيطلع منها الكترون. هحط قدامه سكرين بيحتوي على تو سليت، وهنا سكرين تاني، بس السكرين ده ما بيبقى فلورسنت سكرين. الالكترون لا يظهر الا على فلورسنت سكرين، شاشه التلفزيون. السكرين هنا بيبقى على فلورسنت سكرين، يبقى هنا في كاثود، بدل اللمبه بقى كاثود. وبدل السكرين العادي بقى فلورسنت سكرين. بدل اللمبه بقى في كاثود. وبدل السكرين العادي بقى فلورسنت سكرين. الكاثود ده احطه قدام السكرين بيحتوي على تو سليت، هيخرج لي الالكترون بيم، وقلنا الالكترون دي ويف، بيحصل لها انترفين، يحصل انترفين للالكترون بيم. ابص الاقي على الفلورسنت سكرين برايت ودارك فرينج، بقع منوره وبقع مطفيه، والبقع المنوره بتضعف بالتدريج، بتضعف بالتدريج. الله، ده يبقى كل حاجه عملتها بالضوء ينفع عيدها باستخدام الالكترون مع تعديلات بسيطه، ان الضوء بيبقى مصدره لمبه. الالكترون بيبقى مصدره كاثود. الضوء بيظهر على اي سكرين، على قماشه بيضاء، على فرق ولا ابيض، على الحيط. لكن في حاله الالكترون ما يظهرش الا على فلورسنت سكرين، شاشه التلفزيون، شاشه التلفزيون. والتجربه هي بالظبط. هنا برايت ودارك فرينج، هنا برايت ودارك فرينج، والبرايت بتدعم بالتدريج، البرايت بتدعم بالتدريج، وكل برايت وبرايت بينها واحده دارك. يبقى تجربه يانج زي ما عملناها باللايت بيم عملناها بالالكترون بيم. طب استفدنا من الكلام ده في ايه؟ هنا ما استفدناش حاجه، لكن في اللي جايه هنستفيد حاجه جامده جدا. ان احنا الميكروسكوبات عندنا نوعين، الميكروسكوبات نوعين، في نوع اسمه الاوبتيكال مايكروسكوب، الاوبتيكال مايكروسكوب، الاوبتيكال مايكروسكوب ده الميكروسكوب اللي احنا عارفينه، اللي في المدرسه، اللي في المعمل، اللي بيشتغل بالضوء. في ميكروسكوب ثاني اسمه الالكترونيك مايكروسكوب، ده ميكروسكوب بيشتغل بالالكترون بيم. يبقى عندنا اثنين من انواع الميكروسكوبات. الميكروسكوب ده عباره عن جهاز بيكبر. اوبتيكال مايكروسكوب تكبيره حوالي 200 تكبيره حوالي 2000 مره. الكترونيك مايكروسكوب تكبيره حوالي 100,000 مره. ده 2000 مره وده 100,000 مره. انواع الميكروسكوبات نوعين. اوبتيكال مايكروسكوب ده الميكروسكوب المتعارف عليه في المدارس والمعامل والمستشفيات، وثمنه رخيص. ده ميكروسكوب بيكبر لنا الحاجه اللي بنحطها تحت ونبص، بيكبرها لنا 2000 مره. احط تحت كده شجر وابص، عينه دم وابص،
ده بيكبر 2000 مره. ده ميكروسكوب يعمل بالضوء، ان اقعد بيه في اوضه منوره واحط الاوبجكت تحت اللينس بتاعته وابص بعيني من اللينس اللي فوق اشوفها متكبره 2000 مره. ده الاوبتيكال ميكروسكوب، ده المتعارف عليه. العلماء استخدموا، قال لك كل حاجه بيعملها بالضوء ينفع نعملها بالالكترون، فعملوا الالكترونيك ميكروسكوب. الالكترونيك ميكروسكوب ميكروسكوب باهظ الثمن، بيستخدم الالكترون بيم في عمله، مش اللايت بيم، الالكترون بيم. اكتشفوا ان تكبيره سبحان الله 100000 مره، 100000 مره. الاوبتيكال بيكبر 2000 مره، ده بيكبر 100000 مره. عن طريق فكره بسيطه وصلولها ان كل اللي بيعمله بالضوء ينفع نعمله بالالكترون، اكتشفوا ان الميكروسكوب ده لما نفذوه بالالكترون زي ما ناخد بعد شويه، اكتشفوا ان تكبيره مش 2000، ده تكبيره 100000 مره، تكبيره 100000 مره، حاجه فظيعه جدا. يبقى انواع الميكروسكوب عندنا نوعين، الكترونيك ميكروسكوب بايظ الثمن تكبيره فظيع جدا بيستعمل الالكترون بيم، واوبتيكال ميكروسكوب، اوبتيكال يعني ضوئي، كلمه اوبتيكال يعني ضوئي، واوبتيكال ميكروسكوب رخيص الثمن بيستخدم اللايت بيم وتكبيره لا يتعدى 2000 مره، ده 100000 مره وده 2000 مره. قبل ما نشرح الموضوع ده لازم الاول ناخد مقدمه. شرط ان انا اصور او اكبر جسم، الكونديشن اوف الامبليفيكيشن، شرط التصوير او التكبير. احنا لما بنروح نصور او بنروح نصور عند مصورات بيصورنا ازاي؟ ليه قعدنا على كرسي كان بقى على زمان، ايام زمان يعني، ويسلط على وشنا كشافين كده، تلاقي كشاف يمين وكشاف شمال يسلطهم على وشنا، الضوء يخبط في وشنا يعمل لنا سكان ويخرج من وشنا يحمل ملامحنا هذا الضوء ينزل على الفيلم فتتبع الصوره، تتبع الصوره وتظهر الصوره. ده اسلوب التصوير بتاع زمان ولغايه دلوقتي برضه. ما انت ما بتتصور بالموبايل، ما هو برضه الموبايل فيه الفلاش بيطلع، الفلاش ده يعني ضوء يخبط فيك وريفليكت ويرجع تاني لفيلم الكاميرا فتتبع الصوره. ده اسلوب التصوير، ان لازم بيم ينزل، بيم ينزل، بيم ينزل على الضوء. ما بحددش نوع البيم ده لايت بيم ولا الكترون بيم، ما قلتش لايت بيم ولا الكترون، الضوء ينزل على الجسم على البادي يحصل له ريفليكشن وينزل على الفيلم تترسم الصوره. هل اي ضوء ينفع؟ لا. اي انا اسف، هل اي بيم ينفع؟ سواء كان لايت بيم او الكترون بيم ينفع؟ لا. البيم ده لازم يكون له شروط. ايه الشروط اللي تخليني اقدر اصور او اكبر الصوره؟ اصور او اكبر الصوره. ده الاوبجكت. الاوبجكت من هنا لغايه هنا، ده الاوبجكت. البيم اللي نازل بيم يعني ويف، يعني بيتحرك بهذا الشكل. لو كان الويف لينس بتاع البيم اللي نازل اصغر من دايمنشن الاوبجكت ويف لينس، البيم اللي نازل سواء كان البيم ده الكترون بيم او لايت بيم، لو كان الويف لينس بتاع البيم اللي نازل اصغر من دايمنشن الاوبجكت يبقى الجسم ده ينفع اصوره واكبره، ينفع اصوره او اكبره كده. البيم ده عدى على كل حته في الاوبجكت، مسح الاوبجكت، عمل سكان الاوبجكت، فكل حته في الاوبجكت ظهرت، كل حته في الاوبجكت ظهرت، يبقى ينفع يتصور او يتكبر. يبقى ينفع نصور او نكبر الجسم لو كان البيم المستخدم سواء كان الكترون بيم او لايت بيم اصغر من دايمنشن الاوبجكت، اصغر من دايمنشن الاوبجكت. الاوبجكت بادئ من هنا ومنتهي هنا، يبقى دي هي دايمنشن الاوبجكت. لو اسقطت بيم وكان الويف لينث بتاعته اصغر من اوبجكت يبقى البيم ده هينفع يتصور ويتكبر وتطلع صورته زي الفل وكامل. طيب لو اسقطت بيم الويف لينث بتاعته قد الاوبجكت بالظبط، الويف لينث قد دايمنشن الاوبجكت بالظبط، الويف لينث قد دايمنشن الاوبجكت بالظبط ينفع يتصور ويتكبر، بس كده يبقى يعني بالعافيه. يعني الحق ده الود ممكن ما تظهرش، الحق ده يمكن اخر حته في الشعر فوق خالص الفيون ما تظهرش، يعني على حروقهم ينفع يتصور يتكبر، بس مش مستحب ان ابقى على حروقهم، ان يبقى الويف لينس بتاع البيم قد الاوبجكت بالظبط. لو حصل اي هزه كده ولا حاجه يبقى ودنه اليمين مش شدان او ودنه الشمال مش شدان او الفيون بتاع الشعر اللي فوق خالص دي ممكن ما تطلعش. لازم ينفع، لكن فعلي هيبقى كريتيكال قوي. ده امتى؟ لو كان الويف لينس قد الاوبجكت، قد دايمنشن الاوبجكت بالظبط. وبالتالي يبقى دي اصغر مسافه. ممكن نصورها او نكبرها. وهرجع للجمله دي تاني، هرجع للحته دي تاني. طيب لو الضوء اللي نازل، يعني لو البيم اللي نازل، اسف، لو البيم اللي نازل كان الويف لينس بتاعته اكبر من الاوبجكت. الاوبجكت من هنا لهنا، ده اللي انا عايز اصوره او اكبره. والبيم كان الويف لينس بتاعه من هنا، لو الويف لينس اكبر من الاوبجكت
يبقى ده اوريجين الاوبجكت ده فيه جزء من البيم مش هينزل عليه، يبقى الاوبجكت ده هيطلع منه اجزاء واجزاء مش هتطلع عشان في اجزاء ما نزلتش عليها فوق، اجزاء ما نزلتش عليها البيم. الجزء اللي مش هينزل عليه البيم يبقى مش هيظهر، يبقى ما ينفعش. الاقي واحد متصور عينه اليمين مش طالعه، معلش اصل عينه اليمين ما نزلش عليها البيم فما طلعتش، هي موجوده بس ما طلعتش. الاقي ذراع الشمال مش طالع، معلش اصل هو ذراع الشمال ما نزلش عليه البيم فما طلعش في الصوره، يبقى ده ما ينفعش نصور ونقبل. يبقى لو البيم المستخدم كان الويف لينس بتاعه اكبر من الاوبجكت، ادي الاوبجكت وادي الويف لينس، يبقى هذا البيم لا يصلح في التصوير او التجميع. يبقى شرط ان انا اصور واكبر ان لازم يكون ويف لينس البيم المستخدم اصغر من الاوبجكت، يبقى كل حته من الاوبجكت نزل عليها البيم فكل حته طلعت في الصوره، يبقى ده بيم يصلح الويف لينس. ادي الاوبجكت بالظبط ينفع بس يبقى كريتيكال. من هنا بقى نقول يبقى لو جه في مساله وقال لك اذا كان المينيمم ديستانس كان بيديتكتد بالالكترونيك مايكروسكوب هي لندا، يبقى انا افهم اقل مسافه هي الويف لينس، يبقى انا كده فهم ان هي دي لندا. يقول لي اقل مسافه ينفع تتصور او تتكبر 5 انجستروم، يبقى انا كده اقول دي لندا 5 انجستروم، دي اصغر مسافه، دي كده اصغر مسافه ممكن تنفع تتكبر او تتصور. لو الاوبج ده اقل شويه، لو اللندا طلعت زي ما هي والاوبج ده اقل شويه، يبقى الجسم ده كده مش هينفع، يبقى الجسم كده بقى اصغر من اللندا، يبقى مش هينفع يتصور او يتكبر. يبقى اصغر مسافه ينفع تتصور او تتكبر هي لندا، اصغر مسافه ينفع تتصور او تتكبر هي لندا. لو المسافه دي قلت عن لندا يعني الاوبجكت بقى لغايه هنا بس، يبقى كده لندا بقت اكبر من الاوبجكت، يبقى كده لا يصلح التصوير او التجديد. يبقى في اي مساله زي ما هنشوف مساله بعد شويه، اذا كان المينيمم ديست يعني بيديتكت بالالكترونيك مايكروسكوب هي 5 انجستروم، روح قايل على طول يبقى لندا 5 انجستروم، دي اصغر مسافه. لو المسافه قلت عن كده بقى الويف لينس اكبر، ولما يبقى الويف لينس اكبر لا يصلح التصوير او التجديد. يبقى المينيمم ديستنس كان بيديتكت بالالكترونيك مايكروسكوب هي اللمبه، هي اللمبه دي اقل حاجه، ده الحد الادنى. عايز يا ابني تتصور لازم يكون طولك حده الادنى قد الويف لينس. لو طولك قل عن الويف لينس مش هينفع، لو طولك قل على الويف لينس مش هينفع، يبقى ده الحد الادنى، اقل مسافه ينفع اصورها ده تكون قد اللندا. يبقى في المثال بيقول لي المينيمم ديستنس كان بيديتكتد بالالكترونيك مايكروسكوب هي 5 انجستروم، يبقى يقصد اللندا 5 انجستروم. يبقى ده شرط التصوير والتكبير، ان لازم البيم يكون الويف لينس بتاعه اصغر من الاوبجكت، البيم لازم يكون الويف لينس بتاعه اصغر من الاوبجكت. للاسف الشديد عندنا فيروس، كل الفيروس بتاعتنا بتبقى الويف لينس بتاعتها الفيروس بتاعتنا بيبقى الدايمنشن بتاعتها صغيره جدا، الدايمنشن بتاعتها صغيره جدا عن الويف لينس الضوء المرئي عن الفيزبل لايت. الفيروس الدايمنشن بتاعت الفيروس، دايمنشن الفيروس تبقى اصغر من الويف لينس، دايمنشن الفيروس اصغر من الويف لينس. فلقوا ان الاوبتيكال مايكروسكوب اللي بيستخدم الفيزبل لايت ما بينفعش يكبر الفيروس، ليه؟ اصل الفيروس صغيره جدا، دايمنشن الفيروس صغيره جدا عن اقل ويف لينس للفيزبل لايت، اقل ويف لينس للفيزبل لايت، فبالتالي ما ينفعش الفيزبل لايت نستخدمه في تكبير او تصوير الفيروس. اكتشفوا ان الفيروس صغيره جدا، الدايمنشن بتاعتها صغيره جدا، صغيره قوي عن الويف لينس بتاع الفيزبل لايت، يبقى الفيزبل لايت ما ينفعش لا يصلح في تصوير او تكبير الفيروس. يبقى الاوبتيكال مايكروسكوب او الميكروسكوب الضوئي لا يصلح في تصوير او تكبير الفيروس. يعني لما احط فيروس تحت الاوبتيكال مايكروسكوب ما اشوفوش كامل، حتت وحتت او ما اشوفوش خالص، عشان دايمنشن الفيروس صغيره عن الويف لينس بتاع الفيزبل لايت، فالفيزبل لايت ما ينفعش يسقط على الفيروس. لو الفيزبل لايت سقط على الفيروس هيبقى ويف لينس الفيزبل لايت اكبر من الفيروس، فمش هينفع نصور او نكبر. طب وبعدين؟ ما احنا الفيروس ده بنشوفه عشان نحط له وسائل علاج. قال لك اتصرف، شوف لنا بيم تاني غير الفيزبل لايت. الفيزبل لايت لا يصلح عشان ويف لينس الفيزبل لايت اكبر من دايمنشن الفيروس، ويف لينس الفيزبل لايت اكبر من دايمنشن الفيروس، ويف لينس الفيزبل لايت اكبر من دايمنشن الفيروس. يبقى الفيزبل لايت لو نزل على الفيروس، الفيروس مش هيظهر او هيظهر اجزاء منه، يبقى الفيزبل لايت ما ينفعش
الاوبتيكال مايكروسكوب بيستخدم الفيزا واللايت، يبقى الاوبتيكال مايكروسكوب ده قالوا في الضوء سيره الميكروسكوب اللي في المدرسه اللي في المستشفى لا يصلح في تكبير الفيروس. طب وبعدين قال لك شوفوا لنا ميم ثاني، لقينا ميم ثاني، لقينا الالكترون دي ويف لينس الالكترون اتش على ام في، يعني ويف لينس الالكترون انفرس مع دي. يبقى لو انا جبت الكترون وسرعته قوي، جبت الكترون وسرعته قوي، الويف لينس هيقل قوي 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 لغايه ما اخليه شورتر زان الفيروس. يبقى الالكترون بيم ينفع استخدمه في تصوير وتكبير الفيروس. يبقى الالكترونيك مايكروسكوب ينفع استخدم الالكترون بيم، ينفع الالكترون بيم ينفع استخدمه في تصوير او تكبير الفيروس. ازاي؟ لندا الالكترون اتش على ام في، اتش والام دول كونستانت، يبقى لندا انفيرس مع دي. يبقى لو جبت الكترون بيم وسرعته قوي قوي قوي، الفيلوستي زادت قوي قوي قوي، يبقى الويف لينس هيقل قوي قوي قوي. الويف لينس هيقل قوي زي ما انا عايز لغايه ما اخليه الويف لينس اصغر من الفيروس. لغايه ما اخلي الويف لينس اصغر من الفيروس، الويف لينس بتاع الالكترون بيم يبقى اصغر من الفيروس. يبقى الالكترون بيم ساعتها ينفع نستخدمه في تصوير او تكبير الفيروس. ازاي بزود سرعه الالكترون؟ بطريقتين. ان احط قدام الالكترون انود البوتنشال البوست بتاعه عالي جدا جدا جدا، فقوه الجذب هتبقى شديده جدا فالسرعه تزيد قوي، فالويف لينس يقل قوي عن الفيروس. او الالكترون اسخنه قوي قوي، لما سخن الكاثود قوي قوي، لما سخن الكاثود قوي قوي قوي، لما السخونه تبقى جامده جدا هيخرج لي الكترون انرجي بتاعته كبيره وسرعته كبيره قوي قوي، ويف لينس قليل قوي قوي عن الفيروس. يبقى خلاص نجح الالكترون بيم في تصوير وتكبير الفيروس، لان الويف لينس بتاع الالكترون بيم كان بي كنترولد اند دايمنشن. ويف لينس الالكترون كان بي كنترولد اند دايمنشن تو بي سمولر ذان الفيروس. ويف لينس الالكترون كان بي كنترولد اند دايمنشن تو بي سمولر ذان الفيروس، عن طريق زياده سرعه الالكترون اقل الويف لينس بتاعه. طب احنا ليه ما بنعملش كده في اللايت بيم؟ اصل ويف لينس اللايت اتش على ام سي وسي ثابته، ما بقدرش اتحكم فيها، سي ثابته، سي ثابته ما بقدرش اتحكم فيها، فويف لينس انفيزبل لايت كان نوت بي كنترول، عشان هنا في سي مش في. لو هو لايت بيم يبقى ده ويف لينس الفوتون اتش هيبقى على ام في سي، سي ثابته كان نوت بي كنترول، فويف لينس الفوتون بتاعت الضوء كان نوت بي كنترول، فما بقدرش العب في ويف لينس الفوتون، ما بقدرش العب في ويف لينس الفوتون، لكن اقدر العب في ويف لينس الالكترون، عشان في القانون ده للالكترون السرعه في وليست سي، يعني فاريبل. لو عرضت الالكترون لهاي بوتنشال ديفرنس عالي جدا، انود عليه بوست تشارج عاليه جدا، هيجذب الالكترون جذبه شديده جدا، الجذبه لما تكبر السرعه تكبر، الويف لينس ايه؟ او الالكترون دوت اسخنه جامد جدا، فلما سخنه جامد جدا يبقى معاه انرجي كبيره قوي، يعني سرعه كبيره، يعني ويف لينس قليل. عشان كده في ادفانتج لاستخدام الالكترون بيم، الالكترون بيم الويف لينس بتاعه كان بي كنترولد اند دايمنشن تو بي سمولر ذان الفيروس، فاقدر استخدمه في تكبير وتصوير الفيروس. ازاي بزود سرعه الالكترون؟ قلنا بزيادة تعريض البوتنشال ديفرنس عالي، او بالتسخين، او بالتسخين. ايوه ايوه. هو الالكترون بيم ده بجيبه من اللي هو بطلعه من اللايت، من الكاثود اجيب فيلمنت وميتال سيرفيس. اه ماشي. فيلمنت يعدي فيها كرنت بسيط تسخن، تسخن الكاثود، لما الكاثود يسخن ينبعث منه الكترون، احط قدام الالكترون ديت انود عليه بوتنشال ديفرنس عالي جدا، يبقى هحصل على الالكترون سرعته كبيره، او اسخن الكاثود جامد جدا فاحصل على الالكترون سرعته كبيره. زي ما هنشوف دلوقتي، ما احنا هناخد دلوقتي الالكترونيك ميكروسكوب بيشتغل ازاي. تمام؟ طب يبقى كده الالكترون حلو بقدر اتحكم فيه، لكن ويف انفيزبل لايت مش حلو ما بقدرش اتحكم فيه، عشان لندا انفيزبل لايت اتش على ام في سي، وسي كونستانت، سي بالنسبه للفوتون لايت كونستانت، اما بالنسبه للالكترون فهي في مش سي، في يعني فاري بقدر اتحكم فيها. الالكترونيك ميكروسكوب كان علينا لغايه 2016، وبعدين اتحذف كله، اتحذف كله، بس نسيوا يحذفوا، نسيوا يحذفوا رسمتين وكمبيل كان علينا، وبعدين حذفوا كله، وبعدين سابوا رسمتين وسابوا كومبير بينه وبين الاوبتيكال ميكروسكوب. فهنشوف اللي ايه اللي نسيوا يشيلوه ايه. الالكترونيك ميكروسكوب بيعتمد على الالكترون. ايه في الالكترون بالظبط؟ الويف نيتشر ولا البارتيكل نيتشر؟ الويف نيتشر.
الكترونيك مايكروسكوب بيستخدم الالكترون بيم، والالكترون هنا بنحتاج منه انه بيتحرك بسرعه ويف، انه ويف. الويف بيشتغل الالكترون، مش البطخ بيشتغل، الويف بيشتغل الالكترون. في الالكترونيك مايكروسكوب في عدسات بنستخدمها. العدسات دي مش ازاز، عدسات اسمها ماجنتيك لينز. هنشوف دلوقتي هنستخدمها ازاي وبنعوزها فين. في الاول عايزين نعمل كومبير، ما احنا قلنا اتحذف كل الشرح واتبقى بس رسمتين. عايزين نعمل الرسمتين دول مجرد مراحل وليس ديتيلز، مش ديتيلز، دي مجرد مراحل. عايزين نشوف الاوبتيكال مايكروسكوب بيشتغل ازاي والالكترونيك مايكروسكوب بيشتغل ازاي. قلنا الاوبتيكال مايكروسكوب ده اللي بيستخدم الضوء واللي تكبيره بيبقى حوالي 2000 مره. الالكترونيك مايكروسكوب ده بيستخدم الالكترون بيم، ده اللي بيبقى تكبيره 100000 مره، ده 2000 مره التكبير، ده 100000 مره التكبير. تعال نشوف ده بيستخدم ازاي ويشتغل ازاي. الاوبتيكال مايكروسكوب ده اللي موجود في المدرسه، في المعمل، اللي موجود في المستشفى، اللي موجود في معامل التحاليل. الاوبتيكال مايكروسكوب ده بيستخدم الضوء، يبقى لازم يكون اوضه منوره، يعني اوضه خارج منها ضوء. اوضه كده في لمبه منوره الاوضه، يبقى اللمبه دي خارج منها لايت بيم. ده الاوبجكت اللي انا عايز اصوره او اكبره، ده الاوبجكت اللي انا عايز اصوره او اكبره. الضوء ده محتاج اسلطه على الاوبجكت زي ما بنقول عند المصوراتي ويسلط علينا كشافين عشان ينوروا وشنا. او الموبايل لما اجي اصور الفلاش بيطلع منه ضوء ينور وشنا. يبقى هنا لمبه وفي هنا لينز، جلاس لينز، جلاس لينز، عدسه ازاز. بتجمع الضوء على الاوبجكت، بتجمع الضوء على الاوبجكت. العدسات نوعين، العدسات نوعين، في عدسات كونكيف وعدسات كونفكس. في عدسات بتجمع وعدسات بتفرق. كنا زمان بنلعب لعبه حلوه قوي، كنا نجيب لينز ونحطها الساعه 12 الظهر تحت ضوء الشمس ونحط ورقه من الناحيه الثانيه، كنا بنلاقي الورقه تتحرق. هو ايه اللي خلى الورقه اتحرقت؟ ان اللينز اللي هي اتجمعت اشعه الشمس عليها على الورقه فالورقه اتحرقت. يبقى في عدسات بتجمع الضوء وفي عدسات ثانيه بتفرق الضوء، في بيتجمع وبيفرق. ما علينا، يبقى فينا لمبه خارج منها ضوء محطوط قدامها لينز. اللينز ديك هتجمع اللايت بيم، اللايت بيم على الاوبجكت اللي عايز اصوره واكبره. خلاص الضوء ده نزل على الاوبجكت، فحصه وخرج منه هذا الضوء وهيحمل شكل الاوبجكت. ادخله على لينز ثانيه ازاز اسمها الاوبجكتيف لينز. العدسه ديك بتكبر، تاخد الضوء ده وتبهزقه كده يمين وشمال، يبقى يطلع لي الاوبجكت اللي كان ده مقاسه بقى ده مقاسه، عدسه بتكبر. زي ايه بالظبط؟ زي نظارات القرايه. كل واحد عجوز كده زي حالاتنا بيبقى معاه نظارتين. نظاره المسافات يمشي بيها في الشارع ونظاره القرايه. نظاره القرايه بتكبر له الحروف، تاخد الحرف الصغير تكبره، الحرف الصغير تكبره، اسمها نظاره القرايه. هتلاقيها عند بابا او اللي عند ماما لو عجوز، هيبقى القرايه والكتابه بيستخدموا نظاره ثانيه غير نظاره المسافات الماشي في الشارع. نظارتين، واحده للمشي، واحدة للمسافات، واحدة للمشي دي المسافات، واحدة للقراية دي التكبير، تخلي الجسم الصغير يتكبر. يبقى في لينس ازاز بيتكبر. أو زي الراجل الساعاتي لما تروح كده عند الساعة بتاعتك بايظة، الراجل كده بيلبس حاجة في عينه، عدسة في عينه، ويصلح الساعة بيها، بيبقى دي بتكبر له. يبقى الجسم اللي خارج منه ضوء يحمل ملامحه ودخل على أوبجيكتيف لينس، دي نوعها جلاس، بتكبر الجسم. يعني الجسم كبر شوية. الجسم اللي خارج ده خارج منه ضوء يمثله هو كبير، يخش على مرحله التكبير الثانيه، لينس الثانيه اسمها الاي بيز لينس. الاي بيز لينس تكبر الجسم، اللي تكبر يتكبر كمان مره. احصل هنا على فاينل ايمج. الفاينل ايمج هنا بشوفها بعيني عادي خالص. ابقى بص في الميكروسكوب بعيني، او ما اشوف الجسم ده متكبر، بشوف الكبر كم مره؟ اشوفه 2000 مره. والصوره بشوفها بعيني، امسك الميكروسكوب احط تحتها ورقه الشجره، ومن الناحيه الثانيه ابص الاقي الورقه متكبره 2000 مره، الاقي سبحانك يا رب الورقة فيها حاجات غريبة جدا فيها. دي مش الحقيقة، دي مجرد مراحل. ان الالكترونيك مايكروسكوب بيستخدم ثلاثة لينز، واحدة تجمع اللايت بيم على الاوبجكت، واثنين مرحلتين امبليفيكيشن، مرحلتين تكبير. واحدة تكبر، يبقى دي ايمج متكبرة، وبعدين دي الفاينل ايمج المتكبرة أكتر وقت. اللينز دي اسمها الاوبجكتيف لينز، اوبجكتيف يعني الشيء، محطوط قدام الشيء. واللينز دي اسمها الاي بيز لينز، اللي قدام عيننا اللي احنا بنبص من خلالها فتشوف الجسم متكبر زي ما اتفقنا 2000 مره. يبقى ده طريقه التكبير في الاوبتيكال مايكروسكوب. اوبتيكال مايكروسكوب بيستخدم الضوء، يبقى بيستخدم اللايت بيم، يعني محتاج لمبه في الاوضه يخرج منها ضوء، الليرس دي تجمعها على الاوبجكت، يبقى الاوبجكت تنزل عليه الضوء، خارج الضوء يحمل شكل الاوبجكت.
اتعمل له مرحلتين تكبير بلينس ولينس. لينس كبرت الجسم بقى عندي صوره مكبره اولي، وبعدين عدسه ثانيه لينس ثانيه كبرت الايمج بقت فاينل ايمج. فاينل ايمج بشوفها بعيني متكبره 2000 مره. دي مراحل الاوبتيكال ميكروسكوب. تعال نشوف الالكترونيك ميكروسكوب. الاوبتيكال ميكروسكوب بيستخدم لايت فهي بقى السورس لمبه. الالكترونيك ميكروسكوب بيستخدم الكترون بي يبقى السورس هنا كاثود، السورس هنا كاثود. الكاثود ده قدام انود بس الكتاب مش رسم. يعني هنا في انود بيسرع حركه الالكترون، بيسرع حركه الالكترون في انود موجود بيسرع حركه الالكترون بس الكتاب مش رسم. يبقى هنا في كاثود هيخبرني يخرج لي مين الالكترون بي. هنا كنت بجمع اللايت بجلاس لينس على فتحه ازاز. لا الازاز هنا مش هينفع. هنا بنجيب حاجه اسمها ماجنتيك لينس. الماجنتيك لينس بيبقى عباره عن سطح معدن كده يحمل نيجاتيف تشارج. سطح معدن بالمناسبه الاثنين دول لينس واحده. لينس واحده بس بتبقى مدوره، يعني هي بتبقى مدوره زي السيرك لفه كده من حوالين الجهاز لفه بهذا الشكل. ده جزء منها وده جزء عليه نيجاتيف تشارج. الالكترون نيجاتيف والسيرفيس نيجاتيف، يبقى الالكترون هيحصل له ريبالشن مع السيرفيس ده والسيرفيس ده فكله يتجمع على الفيروس. هنا بقى حاطط فيروس، هنا بقى حاطط فيروس. الالكترون وهي خارجه من الكاثود متبعتره تلاقي ده نيجاتيف وده نيجاتيف زي بالظبط الجريد في الكاثود ريتيو. الجريد في الكاثود ريتيو حلقه كده مدوره بتبقى هي اصلا كده مدوره وصفحها عليه نيجاتيف. يحصل ريبالشن الالكترون فكله يتجمع على الفيروس. خلاص الالكترون دخل في الفيروس. عملت له سكان وخرج التحمل شكله، خرج التحمل شكله. اروح حاطط ماجنتيك لينس ثانيه، الاوبجيكتيف لينس، ماجنتيك لينس ثانيه بس عليها بوزيتيف. الالكترون اللي خارجه تمثل شكل الفيروس هنا بوزيتيف. الالكترون نيجاتيف والسطح بوزيتيف، تقوم الالكترون تنجذب للسطح. الالكترون تنجذب للسطح. بعزقت شويه الالكترون، وسعت شويه. اقوم اشوف الفيروس متكبر بهذا الشكل. وبعدين اطمن. قلت لما تيجي نكبر تاني اجيب ماجنتيك لينس ثالثه عليها بوست. الالكترون اللي خارجه من هنا برضه الالكترون ينجذب للبوست، الالكترون ينجذب للبوست توسع العمليه شويه احصل على فاينل ايمج متكبره هنا 100,000 مره. بس الفاينل ايمج دي ما بشوفهاش بعيني، بشوفها على شاشه التلفزيون على فلورسنت سكرين. فلورسنت سكرين يبقى هنا كاثود خارج منه الكترون بيم عايز اجمعه على الفيروس، فبحط ماجنتيك لينس تحمل نيجاتيف تشارج. يحصل ريبالشن الالكترون بيم مع نيجاتيف تشارج كله اتجمع على الفيروس. هيخرج لي ان الفيروس الكترون بيم يحمل شكل الفيروس. عايز اوسع شويه يبقى احط ماجنتيك لينز عليها بوزيتيف. تجذب الالكترون، تجذب الالكترون يبقى البيم وسع شويه. وسع شويه يبقى الصوره يبقى الاثنين مكبره. اطمع واعمل مرحله تكبير ثانيه. الالكترون اللي خارجه متكبره هنا او واسعه هنا ادخلها على بوزيتيف وبوزيتيف تنجذب اكتر فتوسع العمليه اكتر احصل على فاينل ايمج هنا متكبره 100,000 مره. يبقى لو حبيت اعمل كومبير بين الاوبتيكال ميكروسكوب والالكترونيك ميكروسكوب، هنا السورس لايت سورس لمبه، هنا كاثود، هنا كاثود، هنا كاثود، هنا كده كاثود، هنا اللينس جلاس لينس بيسموها اوبتيكال لينس. اوبتيكال لينس يعني جلاس لينس. هنا اسمها ماجنتيك لينس، ماجنتيك لينس، ماجنتيك لينس. هنا البيم المستخدم لايت بيم، هنا البيم المستخدم الكترون بيم. هنا الفاينل ايمج بيبقى الماجنيفيكيشن سمول، التكبير صغير. لو عايز تعرف كام 2000 مره. هنا الماجنيفيكيشن امبليفيكيشن قوه التكبير، الماجنيفيكيشن امبليفيكيشن بيبقى فيري هاي لو عايز تعرف كام 100,000 مره. هنا الايمج بشوفها باي اي، هنا الايمج بشوفها على فلورسنت سكرين. اهم حاجه ده بيكبر ايه وده بيكبر ايه. ده بيكبر السمول اوبجكت، ده بيكبر المينيت اوبجكت، ونقصد بالمينيت اوبجكت الفيروس. الفيروس ما ينفعش تبقى هنا، ما ينفعش الالكترونيك ميكروسكوب يكبر فيروس، ما ينفعش، ما ينفعش الاوبتيكال ميكروسكوب يكبر فيروس، لكن بيكبر الفيروس هو الالكترونيك ميكروسكوب. تقول لي طب الالكترونيك ميكروسكوب ينفع يكبر الاوبجكت ده؟ ينفع يكبره بس تكاليف تشغيل. الالكترونيك ميكروسكوب فيري اكسبنسيف، مكلفه جدا. فلو هي حاجه ينفع تتشاف بالاوبتيكال ميكروسكوب يبقى اوفر اقتصاديا استخدم الاوبتيكال ميكروسكوب. الالكترونيك يكبر الكل ولكن تكلفه تشغيله عاليه جدا، غالي. يبقى ينفع استخدم الميكروسكوب العادي في تصويره وتكبيره
يبقى هو اوفر لي اقتصاديا. الفيروس يتكبر بالالكتروني ميكروسكوب ولا ما ينفعش يتكبر بالاوبتيكال مايكروسكوب. يبقى الكمبيوتر تاني، هنا بستخدم لايت سورس، هنا بستخدم كاثود، هنا بستخدم لايت بيم، هنا بستخدم الكترون بيم، هنا بستخدم جلاس لينس، وكلمه جلاس لينس يعني اوبتيكال لينس، هنا بستخدم ماجنتيك لينس، هنا بكبر السمول اوبجكت، هنا بكبر المينيت اوبجكت الفيروس، هنا الصوره بشوفها باي اي، هنا الصوره بشوفها على فلورسنت سكرين، هنا الصوره بتبقى الامبليفيكيشن باور يعني ايه وجه التكبير، امبليفيكيشن باور او ماجنيفيكيشن باور الاثنين صح، امبليفيكيشن باور هي ماجنيفيكيشن باور، ايه وجه التكبير هنا سمول حوالي 2000 مره، هنا بتبقى كبيره جدا الامبليفيكيشن او الماجنيفيكيشن باور بتبقى كبيره جدا حوالي 100000 مره، 100000 مره. اهم حاجه ده بيكبر السمول اوبجكت، ده بيكبر المينيت اوبجكت يعني الفيروس. طبعا ويف لينس الالكترون بيبقى اصغر 1000 مره من ويف لينس الضوء، ويف لينس الالكترون اصغر 1000 مره حوالي 1000 مره من ويف لينس الضوء العادي. تعالى كده هنا نشوف الالكترونيكسو بيستخدم الالكترون بيم، ده بيستخدم اللايت بيم، الماجنيفيكيشن باور هنا في الكترونيكسو فيري هاي حوالي 100000 مره، الماجنيفيكيشن باور هنا سمول حوالي 2000 مره، ويف لينس الالكترون اصغر 1000 مره من الفيزبل لايت. طبعا هنا بقى ما ينفعش نكتب حاجه، ما خلاص ويف لينس الالكترون اصغر 1000 مره من الفيزبل لايت، يبقى هنا لو انت عايز تكتب هتكتب ويف لينس الفيزبل لايت اكبر 1000 مره بين ويف لينس الالكترون، كانك بتعكسها، يبقى هنا مفيش حاجه، هي مش منسيه بس هي ما بتتكتبش خلاص. ويف لينس الالكترون اصغر 1000 مره من ويف لينس الفيزبل لايت، عايز تكتب يبقى هتعكسها، يبقى تقول ويف لينس الفيزبل لايت اكبر 1000 مره من ويف لينس الالكترون. هنا بيكبر المينيت اوبجكت زي الفيروس، هنا بيكبر السمول اوبجكت، هنا بيستخدم ماجنتيك لينس، هنا بيستخدم جلاس لينس او ماجنتيك لينس اوبتيكال لينس او جلاس لينس، كلمه اوبتيكال يعني جلاس لينس، هنا ماجنتيك لينس، هنا جلاس او اوبتيكال لينس، هنا الصوره بشوفها على فلورسنت سكرين، هنا الصوره بشوفها بعيني. ليه الالكترونيك ميكروسكوب بينجح في هذا؟ عشان الالكترونيك ميكروسكوب بيحتوي على انود مش باين في الرسم. وظيفه الانود في الالكترونيك ميكروسكوب، وظيفه الانود، الانود بيبقى عليه بوتنشال ديفرنس عالي جدا، بوتنشال ديفرنس عالي جدا جدا جدا. لما البوتنشال ديفرنس يبقى عالي يبقى سرعه الالكترون الخارجي كبيره جدا، ولما سرعه الالكترون تبقى كبيره جدا الويف لينس بتاعه يبقى قليل جدا عن الفيروس، الويف لينس يبقى اقل من الفيروس، الويف لينس بتاع الالكترون يبقى اقل من الفيروس فيصلح في تكبير وتصوير الفيروس. عايزين نعمل كومباريزون ما بين الالكترون والفوتون، ما بين الالكترون والفوتون. الالكترون له ماس ثابته 9.1 تايمز 10.21 كيلوغرام. الفوتون له ماس طالما بيتحرك. لو الفوتون اصطدم بحاجه وتوقف بتنعدم الماس بتاعته ويتحول الى انرجي يمتصها الجسم لاوقف الالكترون، لاوقف الفوتون. كمان مره، الفوتون له ماس اتش في نيو على سي سكوير طالما هو بيتحرك. لو الفوتون اصطدم بجسم واصبح في وضع ريست، الريست ماس الفوتون بصفر، خلاص الفوتون لما يتوقف الماس بتاعته تتحول لانرجي يمتصها الجسم الذي اوقف حركه الفوتون. طب ليه الريست ماس للفوتون بصفر؟ ليه الريست ماس الفوتون بصفر؟ ما هي الماس بتاعت الفوتون اتش في نيو على سكوير. لما فوتون بقى في وضع ريست مفيش حركه، يبقى مفيش طلوع ونزول، مفيش طلوع ونزول، يبقى مفيش فريكوينسي، الفريكوينسي اصبح صفر، فالماس اصبحت صفر، الماس بتاعته اصبحت صفر، يبقى الفوتون لو توقف عن الحركه تتلاشى الماس بتاعته. راحت فين؟ تحولت لانرجي، امتصها الجسم الذي اوقف حركه الفوتون، الذي اوقف حركه الفوتون، يبقى الريست ماس للفوتون بصفر. الفوتون له ماس اتش في نيو على سي سكوير طالما هو موف. الريست ماس للفوتون بصفر، ليه لما بيبقى في وضع ريست؟ ليه الماس بتاعته بيبقى صفر وبتروح فين؟ الماس تتحول لانرجي. اي بتساوي ام في سي سكوير. ام سابقا قبل ما تبقى صفر في سي سكوير، يمتصها الانرجي هذه الانرجي الجسم الذي اوقف حركه الفوتون. طب ليه الماس بتبقى بصفر؟ اصل الفريكوينسي هيبقى بصفر. لو جسم توقف عن الحركه ما بقاش يطلع ولا ينزل. الفريكوينسي عدد الطلوع والنزول في الثانيه. ما بقاش يطلع ولا ينزل، النيو بصفر فبقت الماس بتاعته بصفر. الالكترون كاري نيجاتيف تشارج. الفوتون ان تشارج. ونحفظ كويس كلمه الفوتون ان تشارج. في ناس ببساطه يقول لك الفوتون نيترلايزد، غلط. نيترلايزد غلط، نيترلايزد معناه انه يحوي داخله بوزيتيف تشارج اد نيجاتيف تشارج. وهو الفوتون لا يحمل اي تشارج اصلا.
كلمه نيوترلايز ده غلط، لازم اقول ان تشارجد، لان كلمه نيوترلايز معناها ان هو الفوتون ده يحمل بوست تشارج ونيجاتيف تشارج قد بعض فبقى نيوترلايز، وده غير صحيح. الفوتون لا يحمل اي تشارج، الفوتون ان تشارجد، بينما الالكترون نيجاتيف، عشان الالكترون بقدر اتحكم فيه، الفوتون لا. الالكترون نيجاتيف تشارج، طب كان دي اكسليت ده اقدر اسرعه، اقدر ازود سرعته، ما هو نيجاتيف تشارج احطه قدام بوزيتيف عادي فيجري عليه اكتر اسرع. فالالكترون كان بي اكسلريتد اقدر اسرعه عشان هو بيحمل نيجاتيف تشارج. الفوتون لا كان نوت بي اكسلريتد عشان هو ان تشارج. الفوتون سرعته ثابته سي 3.8 متر بير ثانيه، ما اقدرش اسرعها عشان هو ان تشارج، ما فيش وسيله تخليني اقدر اسرع الفوتون ده ان تشارج، مش هينجذب لا البوزيتيف ولا النيجاتيف. الالكترون نيجاتيف تشارج فهو بيتاثر بالالكتريك والماجنتيك فيلد. الفوتون ان تشارج فهو لا يتاثر لا بالالكتريك ولا بالماجنتيك فيلد. الفوتون لا يتاثر بالالكتريك ولا بالماجنتيك فيلد عشان سرعته ثابته. عشان كده سرعته ثابته، وكل ده سببه ان هو ان تشارج. كل ده سببه ان هو ان تشارج، مش ماسك له زله اقدر اغريه وازود سرعته، لا ما هو ان تشارج اصلا. لكن الالكترون نيجاتيف فماسك له زله اقدر اغريه ازود سرعته وبيتاثر بالالكتريك والماجنتيك فيلد. لو قال ايه الفاكتور بيتاثر عليه ويف لينس اي بارتكل، ما هو قلنا قانون ده ويف لينس اي بارتكل. الفاكتور بيتاثر عليه ويف لينس اي بارتكل هي الماس بتاعته والفيلوستي، الماس والفيلوستي، الماس والسبيد، الماس والسبيد، الاتش سايه مختلفه، ما هي ماس البروتون غير ماس الالكترون غير ماس البول غير ماس البني ادم، يبقى الماس هتاثر على الويف لينس وكمان السبيد اللي ماشي بيها هذا الجسم. جيف ريزون، جيف ريزون ليه الويف لينس بتاع البارتكل بتزيد لما الفيلوستي بتقل؟ ليه الويف لينس بتزيد لما الفيلوستي بتقل؟ اقول له اصل الويف لينس اي بارتكل لاندا اتش على ام في، يبقى اللاندا انفيرسي مع الفي، يبقى الويف لينس هتزيد لو الفيلوستي قلت، لو الفيلوستي قلت لاندا ودي انفيرسي مع بعضهم. بيدقلنا مساله او اثنين ويبقى كده الشطر. يقول لي هنا اذا كانت المينيمم ديستانس كان بي ديتكتد بي الكتريك ميكروسكوب هي 1 نانومتر، واحنا من شويه خدنا يعني ايه كلمه مينيمم ديستانس. مينيمم ديستانس يعني الويف لينس على طول. اقل ويف لينس، اقل ديستانس كان بي ديتكتد بالكتريك ميكروسكوب 1 نانومتر، معناها الويف لينس 1 نانومتر، الويف لينس 1 نانومتر. يقول لي احسب السبيد بتاعت الالكترون والبوتنشال ديفرنس بتاع النانو. عايزني اجيب له الفي سمول والفي كابيتال، الفي السبيد بتاعت الالكترون والفي كابيتال البوتنشال اللي على الانود. المينيمم ديستانس كان بي ديتكتد بالكتريك ميكروسكوب 1 نانو، وكنا قلنا قبل كده يعني ايه كلمه المينيمم ديستانس، نفتكرها المينيمم ديستانس اللي هي دي اقل مسافه ينفع يتصور او يتكبر بتبقى هي لندا، اي مسافه ينفع يتصور او يتكبر هي لندا، يبقى كلمه مينيمم ديستانس، كلمه مينيمم ديستانس يبقى هي لندا. لندا 1 نانومتر يبقى 1 في 10^-9 متر. عايزين نجيب له الفي سمول اللي هي سرعه الالكترون والفي كابيتال البوتنشال ديفرنس على الانود. لندا ما بتساويش على ام بي، لندا 1 في 10^-9. الاتش كونستانت جيفن والام بتاعت الالكترون كونستانت جيفن، يبقى جبنا السرعه، جبنا سرعه الالكترون خلاص، يبقى جبنا الفي سمول، لسه الفي كابيتال. الاي في الفي ايكوال هاف ام في سكوير، الاي في الفي ايكوال هاف ام في سكوير، الاي من شابتر 1 1.6 تايم 10^-19، وفي البوتنشال ديفرنس على الانود، يبقى هاف ماس الالكترون اهو وسرعته لسه حاسبينها طازه فوق، اوعى تنسى السكوير، يبقى جبنا البوتنشال ديفرنس اللي على الانود، البوتنشال ديفرنس اللي على الانود. انا قلت لك قبل كده القانونين دول كثير قوي يصاحبوا بعضهم، كثير قوي انتمات لبعضهم. مساله دي اخر حاجه خلاص. الكترون بيم سرعته 18.2 × 10^5 متر في الثانيه، يبقى دي سرعه الالكترون. بينزل على فيروس طوله 5 انجستروم، بينزل على فيروس طوله 5 انجستروم. يقول يا ترى الكترون بيم ده هينفع يكبر الفيروس ولا لا؟ احنا قلنا شرط التجريب ان ويف لينس البيم لازم يكون اصغر من دايمنشن الفيروس، لازم يكون اصغر من دايمنشن الفيروس، لازم يكون الويف لينس اصغر من دايمنشن الفيروس، ده شرط التجدير ان يكون الويف لينس اصغر من دايمنشن الفيروس. طيب هو مديني سرعه الالكترون ومديني دايمنشن الفيروس، اجيب ويف لينس الالكترون. ويف لينس الالكترون اتش على ام في، الاتش اهو والام اهي والسرعه هو مديهاني، السرعه هو مديهاني جدا. يبقى كده جبت خلاص ويف لينس الالكترون 3.985 × 10^-10 متر، ما تخلونا بالانجستروم. احوله انجستروم نضربه في 10^-10، طلع الويف لينس 3.9 انجستروم، يبقى الويف لينس 3.9. واللينس بتاع بتاع الفيروس 5 انجستروم. الويف لينس 3.9 انجستروم، قول 4 انجستروم، قول 4 انجستروم. واللينس بتاع الفيروس 5 انجستروم، يبقى انا فهمت كده ان الويف لينس اصغر من دايمنشن الفيروس. ويف لينس
الالكترون 3.9 انجستروم، ولينس الفيروس 5 انجستروم. الرقم ده اصغر من الرقم ده، يبقى ويف لينس الفيروس اصغر من دايمنشن الفيروس. لما يبقى الويف لينس اصغر من الدايمنشن يبقى كان بي امبليفايد، اقدر اصوره واقدر اكبره. انتهى شابتر 5، ويبقى ان شاء الله بالثلاث الجاي هنبدا شابتر 6. شابتر دوال اوت شابتر 6 يبقى السبت الجاي ان شاء الله. السبت الجاي هنخلص. السبت الجاي باذن الله هيبقى امتحان في شابتر 5 وشابتر 2. شابتر 5 وشابتر 2 شابتر 5 وشابتر 2 والمنهج ان شاء الله هنخلصه على اخر الشهر، اخر الشهر الجاي اللي هو اخر شهر 3، اخر شهر 3. واحنا كده ماشيين برده مرتاح، ما فيش زنقه ولا حاجه. يبقى السبت الجاي الساعه 8 الصبح، الساعه 10 الواحد، من 10 الواحد امتحان شابتر 5 وشابتر 2. شابتر 5 وشابتر 2 بس كده. لو في سؤال شكرا. ماشي اوكي، ماشي كده، شكرا ونخرج.